اتنين، واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي بالإنابة، الأشقاء ضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، جمهورنا الكريم الذي يشاركنا هذا المتابع عبر التقنيات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي. يسرني باسم دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في المؤتمر الثامن للتراث والتاريخ الشبعي الذي يعقد هذا العام بعنوان تاريخ الأوبئة في شبه الجزيرة العربية، والذي يتزامن مع ما تمر به البشرية جمعاء من اختبار صعب لمواجهة جائحة كورونا. وأرى أن سبل المواجهة هذه لا تنحصر على التقنيات العلمية لاكتشاف الدواء والمضادات وأجهزة التشخيص، بل تشمل الجوانب المعنوية مهمة تبني المعرفة بالوباء وتعزز الإرادة بالخلاص منه والثقة الراسخة بالجهود التي تبذل في كل مكان لإيجاد البلسم الشافي الذي يصنع الفرح في كل مكان. وأحسب أن تاريخنا الخليجي المشترك بأفراحه وأتراحه سجل يوماً أو بيئة تباينت من حيث أزمانها وخطورتها واتساعها، لكنها بقيت شاهداً على ثقافتنا في مواجهة الصعاب والتحديات وإرادتنا في تجاوز المحن. وكم من مرة خرجنا بقيمنا وتقاليدنا وتلاحمنا منتصرين من كل خطر أو مكروه. والآن مع كلمة دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي يلقيها سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل الدائرة بالإنابة، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات الأعزاء، ضيوفنا الكرام، مرة أخرى يتجدد لقاؤنا في رحاب المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي، الذي يوفر لنا في كل عام فرصة اللقاء بنخبة من المؤرخين والأكاديميين والخبراء الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لقراءة صفحة من صفحات تاريخنا المشترك وتعزيز دورها في بناء الحاضر واستكشاف المستقبل. لقد شاءت الظروف الصحية التي نمر بها والعالم أجمع أن يعقد المؤتمر بدورته الثامنة لهذا العام بتقنية التواصل عن بعد، وأن يواكب موضوعه قراءة في التاريخ الشفهي للأوبئة التي تعرضت لها المجتمعات الخليجية في العصر الحديث وسبل مواجهتها، الأحداث الجارية في كل مكان حول ذلك، وهي قراءة تستحق الوقوف والتأمل في ظل الجائحة التي نمر بها الآن. إن تاريخنا الخليجي غني بالصفحات والتجارب التي سطرها أبناء الخليج في شتى ميادين الحياة، مثلما هو غني بالموقف والإرادة والعزيمة والأمل في استكشاف المستقبل. وأحسب أننا بحاجة لقراءة هذه الصفحات والاسترشاد بها دائما، لأنها الدليل والسراج الذي يضيء الطريق. لقد تعلمنا من الآباء والأجداد كيف نتجاوز المحن وكيف نتجاوز الصعاب وكيف نرتقي القمم ونمسك خيوط الشمس ونصنع الفرح ونطوي المسافات في طريقنا إلى الأهداف. واليوم إذ نواجه كسائر سكان هذا الكوكب جائحة الكورونا، فإن لدينا من تاريخنا الخليجي المشترك الكثير من التجارب والممارسات التي تعزز الإجراءات الحالية التي تقوم بها حكوماتنا الرشيدة ومؤسساتنا الواعدة، وفي مقدمتها قيم التعاون والتكاتف والوعي المجتمعي والتصميم على تجاوز الآثار السلبية لهذه الجائحة. وكما عبر أباؤنا وأجدادنا كل الصعاب وتجاوزوا كل المحن، سنعبر معا الطريق وسنبني فوق إنجازاتنا التاريخية في مواجهة الأوبئة وكل الصعاب إنجازات وصفحات جديدة تضيء مسيرتنا وتجدد عزيمتنا على البناء والازدهار. لقد أضحت استراتيجية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جائحة الكورونا محط إعجاب وتقدير كل الهيئات والمؤسسات الدولية التي تقيم تجارب الدول والمجتمعات في مواجهة هذه الجائحة. وغدا يوم الانتصار قريب، وبهذه المناسبة نجدد فخرنا بوعي المجتمع ومسؤوليته وتكاتف كل الجهات المعنية، ونشد على أيدي الذين يقفون مع الوطن لاستدامته، نهضته وتحقيق أمانيه.
كما نجدد الفخر بكل نجاح خليجي تحقق على هذا الصعيد، والترحيب الدائم بكل جهد خليجي مشترك يقوي الوحدة الخليجية ويشد العزيمة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. دمتم بأمان وصحة وعافية. شكرا جزيلا. شكرا سعادتك. السيدات والسادة، للسنة الثامنة على التوالي وهذا المؤتمر يغرف من نبع غزير هو التراث الخليجي الأصيل، وبالتحديد الرواية الشبهية في تدوين التراث والتاريخ الخليجي المشترك. والمؤتمر يتناول في كل مرة زاوية من زواياه، فإنه يؤسس لجهد خليجي بناء في جعل تراثنا الخليجي المشترك قاعدة للانطلاق المستمر، والآمال العريضة لقدم المشرق بالضياء والتقدم والازدهار. والآن مع كلمة دول مجلس التعاون يلقيها الدكتور أحمد عيسى الهلالي من المملكة العربية السعودية الشقيقة، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعادة سعود عبد العزيز الحوسري وكيل دائرة الثقافة والسياحة، أصحاب السعادة حاضري مؤتمرنا المبارك، مشاهدينا عبر الفضاء الرقمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وأساتذة الباحثين الكرام من دول مجلس التعاون الخليجي، أتشرف بإلقاء هذه الكلمة التي آمل أن تعبر عما في نفوسنا من امتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة حين أتاحت لنا هذه النافذة المضيئة، مؤتمر التراث الشفهي أو التاريخ الشفهي في نسخته الثانية. إن أحاط فيروس كورونا العالم بضبابيته، فإن مثل هذه المبادرات تمنحنا الضياء، ونحن ننهل من ينابيع الأمل بأن تنجلي الجائحة ويعود عالمنا صاخبا باللقاءات والحب والسلام. إن نبحث في الذاكرة التاريخية عن آلام ألمت بمجتمعاتنا الخليجية في الماضي، فإن ذلك يؤثر في نفوسنا أعمق تأثير تتناوب بفعله تيارات متباينة من المشاعر. نتألم لحالهم حين كانت الجوائح تفتك بهم وهم لا يملكون حولا ولا قوة إلا أدوات وأفكارا بدائية، وفي ذات الوقت ينتابنا شعور الحمد والرضا بما نحن فيه من نعيم بفضل التقدم العلمي والطبي والتقني، فتزداد ثقتنا بذواتنا وبمقدراتنا. وحين نتعمق في استقراء حال منطقتنا الخليجية من خلال مدونات المؤرخين والرحالة، ونلمس عناية دولنا بصحة مواطنيها وما تبذله من جهود عظيمة ومقدرات نفيسة من أجل الوصول إلى أعلى جودة ممكنة في خدمات الرعاية الصحية، فإننا نشعر بالامتنان العميق ونحمد الله على ما أظلنا به من نعم. قد عانى الأجداد بكل ما تحمله كلمة معاناة من أسى ومرارة وألم، وكانت النوازل المرضية والأوبئة تفتك بهم فيما يشبه الإبادة الجماعية، وليس في أيديهم سوى أدوات بدائية تعتمد على الأعشاب والحجامة والكي أو الرقى والتعاويذ والسحر. فإلى عهود قريبة كان الرجل يرزق بعشرة أبناء لا يسلم منهم إلا واحد أو اثنان، والحصبة والجدري وشلل الأطفال والحمى بأنواعها وأوبئة الملاريا والكوليرا والإنفلونزا والطاعون وغيرها من الأمراض تتربص بهم ريب المنون. تأخر وصول الطب الحديث إلى منطقتنا، لكن هنا دولنا لم تفتر في استقطاب الطب الحديث منذ عهود الإرساليات الأجنبية، حتى استطاعت إنشاء منظوماتها الصحية المتطورة اليوم التي انعكس تطورها على صحة إنسان المنطقة، واستطاعت تضافر الجهود القضاء على عدد من الأمراض والأوبئة المتوطنة في شبه الجزيرة العربية، وها هي اليوم تضرب أروع الأمثلة العالمية في التصدي للفيروسات والجوائح الصحية مثل الحميات وأمراض الجهاز التنفسي، سارس والإنفلونزا بأنواعها، وفيروسات كورونا ميرس أو كوفيد 19 وغيرها من الأمراض الخطيرة.
إن عبارات الشكر والامتنان تظل قاصرة أمام الجهود التي تبذلها القطاعات الصحية في دول مجلس التعاون، سواء في مجال الرعاية الصحية أو الوقائية أو التوعوية. وكذلك فإن ألسنة الشكر كليلة عن بلوغ ذرى كرم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بدءا من تواصلهم الأول حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها الباحثون، فلهم عميق الشكر على كل ما قدموه لنا من جميل العناية ورقي التواصل وكرم الاحتفاء. والشكر لكم أنتم على حضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أحمد، حضورنا الكريم. والآن مع فيلم وثائقي قصير يشرح الجهود التي يقوم بها مركز أبو ظبي للصحة العامة لمواجهة جائحة كوفيد-19. فلنتابع الفيلم سويا. نتيجتك وصلت وهي إيجابية، أنت مصاب بكورونا 19، بس لا تحاتي، نحن معك ولا تشيل هم. تقضي وقتك في فترة العزل هذه عيسى؟ والله يا دكتورة تقضي وقتي أكثر شيء يعني في أرقد وأقوم الصبح صلي الفجر وأقعد على القرآن، أقعد على التلفون شوية، أقعد على التلفزيون أكثر وقتي صراحة على التلفزيون. حاسب شيء؟ عندك أي أعراض جديدة؟ والله عندي الإحساس اللي هو الشم والتذوق، لا أشم ولا أطعم صراحة، ما أتذوق شيء نهائيا. خلاص تمام، أنت استمر في فترة العزل الحين، ولا تنسى تشحن ساعات التتبع، إذا بغيت أي شيء اتصل أي وقت. والله أنتو جميلكم يظل في أعناقنا، الصراحة مش مقصرين ويانا أبدا. كل الشكر لمركز أبوظبي للصحة العامة، دائرة الصحة في أبوظبي. يعني ما أدري شو أقول، الصراحة يعجز اللسان عنكم، الله يقدرنا على فعل الخير وياكم إن شاء الله. أيها الأعزاء، إن توجه دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي لقراءة صفحات من تاريخني الخليجي المشترك عبر هذا المؤتمر الذي يتجدد كل عام، توجه في الاتجاه الصحيح، يثريه في كل لقاء نخبة من الأشقاء الأكاديميين والاختصاصيين والرواد. لذا أدعوكم أن ترحبوا معي بالمشاركين: سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبو ظبي للصحة العامة، مدير إدارة الأزمات والطوارئ بدائرة الصحة أبو ظبي. سعادة الدكتور يوسف الحسن، الكاتب والمفكر الإماراتي المعروف. الدكتور حسن جاسم شكناني، الأستاذ المساعد للأنثروبولوجيا وآثار الخليج العربي القديم في جامعة الكويت. الدكتور أحمد عيسى الهلالي، أستاذ الأدب والبلاغة مشارك في جامعة الطائف. الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد في جامعة البحرين. الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. والآن مع الورقة الأولى في المؤتمر بعنوان تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كوفيد-19، وما من شك في أنها تجربة غنية تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة ويقظتها الدائمة في مواجهة أي طارئ وحرصها على حماية الوطن وأبنائه وكل المقيمين على أرضه من أي مكروه. وكما هي الإمارات دائماً تبذل الغالي والرخيص لتجاوز الغمة ومحاصرة المرض ومنع الأنين وتهدئة النفوس وزرع الأمل، لم يطمن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي شعب الإمارات منذ الأيام الأولى للجائحة قائلاً: نحن معكم، علينا الرعاية الصحية والدواء. إن خير من يكشف لنا عن تجربة الإمارات في مواجهة كوفيد-19 من هو في عين الحدث سعادة مطر سعيد النعيمي، أول المتحدثين في هذا اللقاء، والذي يشغل منصب مدير دائرة الطوارئ والأزمات في دائرة الصحة بأبوظبي، كما شغل منصب المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة أمضى سعادته 30 عاماً
في قطاع الرعاية الصحية وسلك الخدمات الطبية للقوات المسلحة الإماراتية. من بين مساهماتها الرئيسية تعيين رئيساً للجنة الطبية أبان زيارة قداسة البابا فرانسيس لأبوظبي عام 2019، كما ترأس اللجنة الطبية للأولمبياد الشرق الأوسط عام 2018، وكذلك اللجنة الطبية للأولمبياد الخاصة بالألعاب العالمية في أبوظبي عام 2019. حصل على درجة الماجستير في الاستراتيجية والأمن القومي من كلية الدفاع الوطني بأبوظبي. تفضل سعادتك مشكوراً مع الورقة الأولى. واضح الشرح أخوي سعيد؟ واضح، نعم تفضل سعيد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصبح بكم على الخير من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. في الحقيقة أنا سعيد وأيضا أشعر بالفخر لتواجدي بين نخبة من الأساتذة والمؤرخين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. سأحاول قدر الإمكان أن ألقي الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كوفيد-19، وسأحاول أنقل بعض التفاصيل الخاصة بكيفية مواجهة هذا الوباء منذ أن حل بدول الخليج ودول العالم في بداية عام 2020. طبعا بالتأكيد الشكر الجزيل لدائرة الثقافة والسياحة على تنظيم هذا المؤتمر المهم والذي يجمع الخبرات من مختلف دول الخليج، وكذلك يجمع بين الماضي والحاضر. وأنا اليوم هنا سألقي الضوء على الحاضر الذي نعيشه فيما يخص مواجهة كوفيد-19. طبعا تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة مثل ما هي تجربة دول الخليج الأخرى تجربة فريدة مع كوفيد-19 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. لذلك سألقي بعض الضوء على بعض البرامج الفريدة التي تم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. محتويات العرض، سأمر على ما قبل كوفيد بعجالة سريعة، وكذلك منظومة العمل التي نعمل بها هنا في الدولة والإجراءات الاستباقية التي تمت، وكذلك استراتيجية التعامل لمواجهة كوفيد-19 والفئات عالية الخطورة التي تم تحديدها، وكذلك التوعية والتثقيف ومشاركة الجهات الحكومية وأفراد المجتمع وتطوير القدرات الطبية وغير الطبية والصحة الرقمية والعزل والحجر الطبي وبعض الدروس المستفادة في نهاية حديثي. سأتطرق بتفصيل أكثر عن بعض هذه المواضيع نظراً لضيق الوقت. بداية وعلى عجالة، فنبدأ من العشر سنوات الماضية دولة الإمارات، وبالتأكيد يشاركها في ذلك عدد من دول الخليج، مرت ببعض الأحداث الماضية فيما يخص الأمراض المعدية. ففي عام 2009 كان هناك حدث إنفلونزا الخنازير، وفي 2010 كان هناك إنفلونزا الطيور، وفي 2014 كان هناك متلازمة الشرق الأوسط وهو أحد الفيروسات الشبيهة بما يوجد لدينا حاليا وهو فيروس كورونا المستجد، وفي عام 2016 كان هناك أيضا إيبولا في دولة أفريقيا الوسطى. وبالتأكيد لم تكن لدينا حالات هنا في دول الخليج، ولكن كان الحذر والاستعداد جاهزا في دولة الإمارات وباقي دول الخليج أيضا. في عام 2017 وما زال الوضع موجود حتى اليوم، حمى القرم التي تتواجد في بعض البيئات الخاصة بالمناطق الزراعية وتواجد الحيوانات في دول الخليج العربي. حاليا نحن نتعامل مع كوفيد-19 منذ بداية هذا العام وما زلنا مستمرين في ذلك. طبعا ذكري لهذه الأحداث في العشر سنوات الماضية يعني يشير إلى نقطة مهمة أردت أن أطرحها، وهي الجاهزية والاستعداد التي تميزت بها دولة الإمارات في التعامل مع هذه الأحداث. هذه الأحداث التي مرت علينا
تعلمنا منها الكثير، وأهم ما تعلمناه هو أن نكون جاهزين لهذه الأمراض، وخاصة الأمراض التي تسببها الفيروسات المستجدة في العالم. طبعاً منظومة العمل لدينا في دورة الإمارات بشكل عام، لدينا هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث تدير الحدث على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنسق العمليات وتنسق الاستجابة في كافة الإمارات الدولة وفي كافة المدن، وذلك بتنسيق عالي ومستمر وعلى مدار الساعة. أيضاً يشرف على هذه الهيئة سيدي سمو مستشار الأمن الوطني، وهو يعني يتابع كل ما يحدث في دولة الإمارات فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19. أيضاً هناك الجهة الاتحادية التي تعنى بشؤون الصحة والصحة العامة، وهي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنسق أيضاً مع الجهات الصحية المحلية في إمارات الدولة، هيئة صحة دبي ودائرة الصحة في أبوظبي، وكذلك أيضاً مركز أبوظبي للصحة العامة. فلدينا الهيئات الصحية، وفي المستوى الأعلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتدير أو يدير الحدث الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الدولة. طبعاً قبل كوفيد، ماذا حدث في الدولة قبل كوفيد؟ على عجالة وبصورة سريعة، طبعاً أهمية التخطيط والتنبؤ والاستعداد على المستوى الوطني كانت مهمة جداً، وذلك يعني يتطلب توفير قدرات معينة، ويتطلب تواصل على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي فيما يخص الأمراض المعدية. أيضاً تقييم المخاطر على المستوى الوطني. في دولة الإمارات يعتبر الوباء هو من الأخطار المحدقة التي تم ترتيبها في المرتبة الأولى من ضمن المخاطر التي قد تتعرض لها دولة الإمارات، وتحديد هذا الخطر في المرتبة الأولى في سجل المخاطر يعتبر أول خطوة مهمة في بناء القدرات والجاهزية والاستعداد لكافة الجهات لمواجهة هذا الخطر الذي قد يحدث في المستقبل. طبعاً كان هناك توحيد الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة، وخاصة في المنافذ ومطارات الدخول. أيضاً توحيد البروتوكولات العلاجية الخاصة بالمرضى على مستوى الهيئات الصحية في الدولة. أيضاً كان هناك آلية لتبادل المعلومات بين الجهات الصحية في الدولة وكذلك الجهات المساعدة الأخرى. التقصي الوبائي، وهو عملية مهمة جداً في عملية التقصي الوبائي عن مصدر المرض المعدي، كان توحيد الإجراءات على مستوى الدولة خطوة مهمة جداً لإغلاق أي فجوات قد ينتج أو قد تنتج عن التقصي ومعرفة مصدر العدوى. أيضاً كان هناك تطبيقات إلكترونية للمساعدة في عمليات التقصي وتتبع المرضى، وكذلك أيضاً تتبع المخالطين. وكان هناك أيضاً آلية موحدة لدورية الفحوصات المخبرية لتلافي أي حالات غير مكتشفة على مستوى الدولة. أيضاً طبعاً التطعيم الخاص بالأمراض الأخرى، كانت هناك خطة وطنية على مستوى الدولة لتطعيم كافة أفراد المجتمع، وهو تطعيم مجاني للجميع لكافة الأمراض المعدية الموجودة في الوقت السابق. مع بداية كوفيد بعض الإجراءات بعجالة، تم تفعيل مراكز قيادة العمليات الطبية في الدولة كاملة لتستطيع أن تتبادل المعلومات وتستطيع أن تنسق العمل فيما بينها. أيضاً تم تفعيل خطط الوباء التي تم اعتمادها مسبقاً وتم التدريب عليها في السنوات الماضية. أيضاً تم رفع جاهزية القطاع الصحي إلى مستويات مرتفعة للتعامل مع الحالات المرضية القادمة. أيضاً تم تعريف الحالة، وهي نقطة مهمة جداً لتمكين القطاع الصحي والكوادر الطبية للتعرف على أول حالة كانت قد ترد إليهم عن طريق العيادات وأقسام الطوارئ. أيضاً مراجعة المخزون الطبي في كافة الجهات الصحية كانت خطوة مهمة جداً لتوفية واستيفاء متطلبات المخزون الطبي من الأدوية والمواد المستهلكة، سواء للطواقم الطبية أو للجهات الداعمة الأخرى. أيضاً متابعة الموقف والإشراف على استقبال الحالات الجديدة والتنسيق مع الجهات المحلية الأخرى.
لأنه كان الهدف هو استقبال الحالة وعزلها مباشرة. كذلك أيضا تم إضافة مرض كوفيد 19 لمنظومة التأمين الصحي حتى يتمكن جميع أفراد المجتمع من تلقي الرعاية الطبية بصورة سلسة وبدون أي تعقيدات. أيضا تم هناك نقوم بدراسات وبائية مستمرة تحدد فترة العدوى بالتنسيق مع الجهات العالمية والجهات الإقليمية. أيضا مراجعة الوضع الوبائي العالمي تحدث بصورة مستمرة، ويتم إصدار تقارير دورية عن طريق مركز أبوظبي للصحة العامة وأيضا الجهات الصحية الأخرى، توزع لجميع المستفيدين من هذه التقارير. كذلك أيضا متابعة الوضع العالمي والمحلي ذكرناها في السابق، أيضا إعداد دراسات علمية تتعلق بكوفيد وهي متخصصة بكافة الأبحاث العلمية التي تصدر من كافة المجلات العلمية في العالم. أيضا تم وضع آلية لخروج المصابين من المنشآت الطبية، وكذلك أيضا تقييم المخاطر من قبل اللجنة الفنية الوطنية على مستوى الدولة، وهو تقييم مستمر واجتماعات مستمرة لتقييم المخاطر داخل الدولة وأيضا من خارج الدولة. أيضا تم دعم جهود البحث العلمي فيما يتعلق بكوفيد، والحمد لله دولة الإمارات لديها سبق علمي في هذا الموضوع، سيخرج قريبا للعلن وسيتم نشره في المجلات العالمية فيما يتعلق ببعض مجالات البحث في كوفيد 19. ذكرناها هذه النقطة. أيضا تم حصر جميع التعاميم الخاصة بكوفيد 19 لتوزيعها على الجهات المستفيدة سواء من القطاع الصحي أو الجهات الأخرى. أيضا متابعة الموقف في الدولة عن طريق يعني أجهزة إلكترونية تم تسخيرها لخدمة هذا الحدث بهدف الحد من انتشار العدوى بين أفراد المجتمع. كذلك أيضا متابعة الفحوصات الطبية التي تجرى في الدولة بصورة مستمرة وبصورة آنية على مدار الساعة. كذلك أيضا تم تشكيل فرق طبية ميدانية للانتقال إلى موقع الحدث للتعامل مع أي تطورات يتطلبها الموقف. طبعا هذا الرسم البياني أمامكم الأساتذة الكرام يوضح تطور الحالات الوبائية مثل ما نشاهد منذ بداية فبراير حتى تقريبا 20 أبريل أو نهاية أبريل، نشاهد التطور في معدل الحالات اليومي. الهدف من عرض هذا المؤشر هو قدرة الدولة، الحمد لله في دولة الإمارات استطعنا أن نحافظ على التطور اليومي لعدد الحالات بصورة مستقرة، لم تحدث لدينا زيادة مفاجئة في عدد الحالات، وذلك بإجراءات استباقية سريعة حاسمة تم اتخاذها على مستوى الدولة. طبعا كان من ضمنها إيقاف الدراسة في ذلك الوقت، عمليات التطهير الوطني، إيقاف الأنشطة الاجتماعية والتجارية وغيرها من الأنشطة الخاصة بالتباعد الاجتماعي وفرض قيود معينة على التجمعات. كان لهذه الإجراءات الأثر الكبير في محافظة الدولة على وضع مستقر لتطور الحالات مثل ما نشاهد، ولم تحدث لدينا ارتفاع أو لم يحدث لدينا ارتفاع مفاجئ في عدد الحالات، أثر على قدرة القطاع الصحي في التعامل مع هذا الموقف وأيضا الجهات الداعمة الأخرى. طبعا استراتيجية التعامل كانت هي الاحتواء والسيطرة على العدوى بصورة كاملة، هذا هو كان الهدف الاستراتيجي التي وضعته قيادتنا، هو احتواء وسيطرة على العدوى بصورة كاملة. الهدف العملياتي لذلك كان استدامة الحصول على الإنذار المبكر للقيام بالاستجابة الاستباقية السريعة. بدون الحصول على الإنذار المبكر في موضوع الأمراض المعدية لن نتمكن من تحقيق الاستجابة السريعة، لذلك كان الحصول على هذا الإنذار مهم جدا. وسائل حصولنا على هذا الإنذار كانت هناك 5 وسائل. أولاً استمرار تركيز الجهود في عمليات التقصي النشط في المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحيوية، وهي كانت تشكل عامل خطر بالنسبة لنا، لذلك استمرار تركيزنا في هذه المناطق مهم جداً وسأذكره بتفصيل لاحقاً. 2 استمرار فحص كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة عن طريق الوصول إليهم
عفواً، لم ننتظر أو لم نطلب من كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة من القدوم إلى المنشآت الطبية. الفرق الطبية ذهبت إليهم في أماكن سكنهم وأماكن تواجدهم لتقديم الرعاية الطبية لتجنب إصابتهم بالعدوى ومن ثم دخولهم في مضاعفات طبية لاحقة. 3. قياس مؤشرات العدوى في الأطعمة والحيوانات. كان هناك أيضا مصدر كان لابد من قياس المؤشر عن طريقه وهو الأطعمة والحيوانات، وخاصة الأطعمة المستوردة والحيوانات الأليفة التي كانت موجودة لدى بعض الإصابات التي حدثت في الأشهر الماضية. 4. قياس مؤشرات العدوى في شبكة المجاري. أيضا هذه ميزة أو برنامج فريد تطبقه دولة الإمارات، وهي قياس العدوى وتواجد الفيروس في شبكات المجاري بهدف مثل ما ذكرنا في السابق تقديم إنذار مبكر لعمليات الاستجابة السريعة. طبعا آخر بند هنا تكثيف التثقيف الصحي حول الإجراءات الوقائية، وهو عامل مهم وحيوي جدا لأن أفراد المجتمع هم من سيساهمون في الحد من انتشار هذا الفيروس. طبعا هذه أحد عوامل الخطورة التي تعاملنا معها هنا في دولة الإمارات. التجمعات السكنية والعمالية بنذكر تفصيل عنها بصورة سريعة. أيضا المدارس والجامعات مثل ما تعرفون، كذلك المنشآت الإصلاحية، السجون، وأيضا الأنشطة والفعاليات، وأيضا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. لو تلاحظون أن كل هذه البنود والمجالات بها عامل مشترك وهو تجمعات بشرية كبيرة، وبالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهم من الفئة عالية الخطورة. طبعا التركيز على هذه المناطق كان هدف استراتيجي للحد من انتشار الوباء في التجمعات الكبيرة، لأن تخيلوا إخواني أن ينتشر وباء في تجمع عمالي يحتوي على آلاف العمال، ستكون المواجهة أكبر وستكون التحديات أكبر. لذلك كان التركيز على هذه التجمعات، وكانت استراتيجية واضحة بأن يكون لدينا حضور وتواجد في هذه الأماكن. طبعا بنتكلم بصورة سريعة عن السكنات العمال. طبعا تم إجراء الفحوصات الطبية لأعداد كبيرة من الجمهور وبالذات الفئات العمالية، بالإضافة إلى أخذ مسحات أنف من المرضى والمخالطين. دول الخليج جميعها لديها نسب من العمال الوافدة. الحمد لله نحن اليوم سيطرنا على هذا التجمع البشري في دولة الإمارات عن طريق هذه الإجراءات الاستباقية. ذهبنا إليهم في أماكنهم وقدمنا لهم الرعاية الطبية والفحص المستمر حتى اليوم، الفحص المستمر حتى اليوم بهدف اكتشاف الإصابات وعزلها والحجر على المخالطين. كذلك أيضا أصحاب الأمراض المزمنة كانت هناك وما زالت إلى اليوم زيارات ميدانية إلى المنازل وإلى التجمعات السكنية التي يقطنها كبار السن من المواطنين والمقيمين. الجميع الحمد لله تم الوصول إليهم إلى منازلهم وإجراء فحوصات دورية عليهم للاكتشاف المبكر للإصابات للتمكن من تقديم الرعاية الطبية لهم في وقت مبكر تجنباً للدخول في مضاعفات أخرى للمرض. أيضاً كبار السن الحمد لله هذه نتيجة أيضاً لم تنشر في السابق. البرنامج هذا ساهم في انخفاض عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 لكبار المواطنين بنسبة 87.5% نتيجة جهود الشركاء وجهود الفحص الطبي والتثقيف الصحي لهذه الفئة التي تعتبر عالية الخطورة. الحمد لله لدينا إجراء ولدينا برنامج ساهم بصورة كبيرة على الحفاظ على كبار المواطنين وكبار المقيمين من أفراد مجتمع دولة الإمارات. طبعا التثقيف الصحي يعني غني عن التعريف، ولكن نحن نقول اليوم أن مشاركة أفراد المجتمع مهمة جدا. مشاركتهم هي أساس في موضوع الوقاية، لأن في النهاية هم الأدوات التي تستخدمها الجهات الحكومية في تطبيق البرامج. لا يمكن أن تكون البرامج الحكومية في معزل عن الجمهور، لأن الفيروس ينتقل بين أفراد المجتمع بين الأشخاص، لا ينتقل بدون عامل وسيط وهو الإنسان. لذلك كان الإنسان محور عملية التثقيف والتركيز على هذه
البرامج كان مهم جدا. الحمد لله تم إصدار الأدلة الإرشادية بكافة اللغات، وصلنا ل 11 لغة للوصول إلى كافة أفراد المجتمع. أيضا تم عقد ورش تدريبية لكافة أنواع الموظفين والشركات الخاصة والمهن الحيوية في دولة الإمارات. الموظفين قبل رجوعهم للعمل في الفترة الأخيرة تم عقد دورة إجبارية لكل موظف كان عليه أن يحضر هذه الدورة تثقيفية قبل التحاقه بالعمل. فالحمد لله كان تركيز عالي على موضوع التثقيف والتوعية بكوفيد 19. طبعاً الجهات كثيرة شاركت ويانا، لم نكن نعمل كجهات صحية لوحدنا، كان هناك عفواً جهات كثيرة شاركت معنا، من ضمنهم أيضاً دائرة التنمية الاقتصادية، ساهموا في الوصول إلى أكبر عدد ممكن وأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وخاصة كبار المواطنين وكبار المقيمين. أيضاً كان لدينا عدد كبير من المتطوعين، وكذلك أيضاً سفراء الصحة العامة الذين ساهموا بقدر كبير جداً في موضوع التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع. طبعاً مثل ما ذكرت سابقاً تم تشكيل عدد من الفرق الطبية الميدانية، حالياً يتواجد لدينا 39 فريق طبي ميداني متوزعين على كافة أنحاء الدولة. مهمة هذه الفريق المسح الميداني لأخذ العينات وإجراء الفحوصات، زيارة عدد من المواقع لإجراء التقصي الوبائي وتحديد المخالطين، وكذلك أيضاً التوعية ومتابعة عزل الحالات بعد ظهور النتائج. فهذه الفرق الميدانية ساعدتنا في الوصول لأماكن ناية وأماكن متباعدة من أجزاء دولة الإمارات. طبعاً المخزون الطبي الاستراتيجي كان عامل مهم وحيوي في عدم يعني تأثر القطاع الصحي وخاصة في بداية الحدث. الحمد لله في دولة الإمارات كان لدينا مخزون يكفي للتعامل مع الموقف قبل بداية كوفيد، ومثل ما سمعت دولة الإمارات ساهمت بصورة كبيرة في دعم الكثير من دول العالم في أمريكا الجنوبية وفي آسيا بالمواد الطبية والمواد المستهلكة الخاصة بكوفيد، وذلك بسبب القدرة الكبيرة على تخزين هذه المواد والديناميكية العالية التي تتمتع بها الجهات الصحية في توفير المخزون الطبي في داخل الدولة. طبعاً المختبرات الطبية كانت عامل مهم أيضاً، لأن المختبر دوره الرئيسي تشخيص الحالة، وبدون تشخيص الحالة لا يمكن للطواقم الطبية أن تحدد طبيعة المرض بشكل طبيعي. لذلك تم تطوير المختبرات الطبية من مختبر واحد في بداية الحدث تقريباً في بداية فبراير، كان لدينا مختبر واحد، إلى أكثر من تقريباً 30 مختبر موجود حالياً في الدولة، وتم التطوير أثناء عملية الاستجابة. يعني لم ننتظر حتى انتهاء الحدث حتى قمنا بتطوير هذه المختبرات. أثناء الاستجابة تم تطوير القدرات الخاصة بالمختبرات، سواء من الكوادر الطبية والمواد المستخدمة، وكذلك أيضاً من قدرة المختبرات وعددها. اليوم الحمد لله نحن يومياً في دولة الإمارات نقوم بإجراء 80,000 فحص على مستوى الدولة، والحمد لله الدولة يعني في المرتبة الأولى من حيث إجراء عدد الفحوصات على مستوى العالم. طبعاً لإعطاء متخذ القرار صورة واضحة عن كافة العمليات الطبية التي تحدث في الدولة، كان هناك جانب الصحة الرقمية، وتم ربط جميع الأنظمة الخاصة بالنتائج وفحوصات المختبرات والمرضى وسعة الأسرة وسعة إشغال مواقع العزل والكثير من المعلومات الأخرى. حتى المخزون الطبي الاستراتيجي تم ربطه بصورة ديناميكية وبصورة أوتوماتيكية بمنصة موحدة خاصة بالمعلومات الطبية. هذه المنصة لا تحتاج إلى أي تدخل بشري، المعلومات تغذى مباشرة من الأنظمة الموجودة في المستشفيات، في المخازن وفي المختبرات مباشرة لهذه المنصة، لتمكين متخذ القرار على الاطلاع بصورة كاملة على ما يدور من الموقف الطبي في الدولة. طبعاً برنامج العزل الطبي المنزلي، وهو برنامج فريد، يمكن شفتوا مقاطع من الفيديو في بداية الندوة. البرنامج هذا طبعاً في بداية الحدث وبهدف التقليل
تقليل الضغط على المستشفيات في القطاع الصحي تم إنشاء هذا البرنامج. وهذا البرنامج باختصار هو نقل الخدمات الطبية التي يتلقاها المريض في المستشفى إلى داخل منزله، الخدمات كاملة. والحمد لله يتم توفير الرعاية الطبية عن طريق زيارات الفرق الطبية للمريض في المستشفى، يتم توفير الغذاء إلى باب المنزل، 3 وجبات يومياً إلى باب المنزل. يتم أيضاً التخلص من النفايات الطبية عن طريق شركات متخصصة. يتم متابعة المريض عن طريق إسوارة مثل ما تشوفون في الصورة يلبسها المريض، تعطي بعض الوظائف الحيوية، ويتم التواصل مع المريض بصورة يومية. فهذا البرنامج الحمد لله برنامج فريد جداً من نوعه، حتى يعني نحن حتى الآن لم ننشره على مستوى العالم، قريباً إن شاء الله بننشره في المنصات العلمية في العالم. طبعاً بعد الحمد لله ما خفت الأعداد في الفترة الأخيرة، تم تحويل هذا البرنامج وما زال هو مستمر، لكن تم توسيعه بأن يشمل الحجر المنزلي. اليوم نحن الحمد لله نطبق موضوع الحجر في المنزل باستخدام تقنيات متطورة، وأيضاً باستخدام التواصل عن بعد عن طريق الأجهزة الإلكترونية مع المحجورين في منازلهم. لدينا أيضاً حجر مؤسسي في الفنادق، لدينا حجر مؤسسي في بعض المباني السكنية، ولدينا مثل ما ذكرت حجر مؤسسي في المنازل أيضا. طبعا هذه منصة أيضا تفاعلية خاصة بالحجر المنزلي، تعطي متخذ القرار الصورة اليومية الكاملة عن ما يحدث في موضوع الحجر والعزل الطبي في الدولة. طبعا هذه مؤشرات من الجهات العالمية خاصة بأرقام دولة الإمارات فيما يتعلق بالاستجابة بكوفيد. لاحظ في الرسمة في أعلى الشاشة عدد الفحوصات التي تجرى في دولة الإمارات لكل 100,000. دولة الإمارات متصدرة الدول الموجودة في القائمة، الحمد لله. أيضا البحرين في المرتبة الثانية، إسرائيل أيضا في المرتبة الثالثة. عند التقائنا بالوفد الإسرائيلي قبل أسبوع أو أسبوعين، ذكروا الإسرائيليين أنهم حاولوا جاهدين التغلب على رقم الدولة ولكنهم لم يستطيعوا. الحمد لله القدرات الفحص في دولة الإمارات عالية جدا. أيضا نسبة التغير في عدد الحالات، دولة الإمارات في المرتبة الأولى من ضمن قائمة الدول اللي تشوفونها أمامكم، طبعا دول متقدمة أيضا موجودة. نسبة الحالات الإيجابية لعدد الفحوصات، طبعا هذا الرقم مرتبط بالرقم بعدد الفحوصات. أيضا دولة الإمارات في المرتبة الأولى متقدمة على كثير من الدول المتقدمة في موضوع نسبة الحالات الإيجابية. أيضا لدينا نسبة حالات الوفاة لكل 100,000، دولة الإمارات في المرتبة الأولى. أيضا عندنا نسبة الوفاة بالنسبة لعدد الحالات، أيضا دولة الإمارات الحمد لله في المرتبة الأولى. فهناك مؤشرات يعني من منظمات عالمية تؤكد على ريادة الدولة ودول الخليج الحمد لله كلهم في عملية الاستجابة لكوفيد 19، والتجارب التي بنيت من هذا الموضوع كثيرة جدا وتستحق أيضا أن تنشر على المستوى العالمي. آخر سلايد واسمحوا لي على الإطالة، الدروس المستفادة من كوفيد أنا كتبت على عجالة، وهي بعض الدروس المستفادة لمشاركتها مع الأخوان ضيوف وكذلك أيضا متابعينا في على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا أول فائدة أو أول درس مستفاد، بالتأكيد نحتاج تنسيق أكبر على مستوى الإقليم والعالم، لأن اليوم مثل ما تعرفون أن الوباء وباء عالمي، لا يمكن حصر الوباء والأمراض المعدية على المستوى المحلي أو الوطني أو حتى الإقليمي. الوباء اليوم الوباء عالمي، بإمكان شخص مصاب في أي بقعة من العالم يحتاج فقط إلى 12 ساعة للوصول إلى دولة الإمارات أو إلى أي دولة خليجية أخرى، فقط 12 ساعة من أي بقعة من العالم بإمكان هذا الشخص الذي ينقل أحد مسببات الأمراض من الوصول إلى دولنا. لذلك اليوم التنسيق على المستوى الإقليمي والعالمي مهم جدا. طبعا التركيز على أبحاث الأمراض المستجدة وخاصة الفيروسات في دول الخليج مهم جدا، مثل ما شاهدنا في كوفيد كان هناك تحدي كبير جدا في كافة دول العالم في طبيعة هذا المرض، طبيعة هذا الفيروس، طرق الوقاية، تطور الفيروس نفسه. فنحتاج إلى مراكز بحث تمد بالميزانيات المالية
لتمكين الباحثين من الوصول إلى نتائج أثناء عملية الاستجابة. يعني نحن لا يمكن الانتظار حتى انتهاء الحدث ونقوم بالأبحاث. الأبحاث يجب أن تجرى أثناء عملية الاستجابة لكي تساهم في تطوير عملية الاستجابة. يعني بحث يؤدي إلى نتائج ومن ثم ينعكس ذلك على عمليات الاستجابة. تطوير القدرات الوطنية والفنية هذا مهم جدا وعملية مستمرة. أيضا تطوير الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وخاصة المواد الاستهلاكية التي لديها فترة عمر طويلة. دول الخليج بحاجة إلى تطوير هذا المنتج المحلي لكي تقلل الاعتماد على الدول الأخرى. دعم وتنوع الاقتصاد الوطني والخليجي، وهذه يعني درس مهم جدا لتنوع الاقتصاد في دولنا بحيث عدم تأثره أثناء حدوث مثل هذه الوبائيات في السنوات القادمة لا قدر الله. أيضا الاستعداد والجاهزية والتدريب، نحن في دولة الإمارات التدريب منهج لدينا، والاستعداد والجاهزية أيضا من أسلوب عملنا. لدينا برامج تدريب ولدينا خطط مستمرة لتطوير كوادرنا الطبية وتطوير أيضا الجهات المستجيبة الأخرى، فهذا عنصر مهم جدا. وأنا شخصيا مثل ما قالوا الأخوان، بما أن سمحوا لي يعني خبرات في المجال الطبي، لو النصيحة النهائية في هذا الموضوع التدريب والتدريب والتدريب هو العنصر المهم جدا في موضوع الاستجابة وتقليل الخسائر والمضاعفات لأي حدث ممكن قد يحدث في المستقبل. أعتذر عن الإطالة، مررت سريعا على جهود الدولة في مكافحة كوفيد. أنا متأكد أني أغفلت الكثير لضيق الوقت، وإن شاء الله إذا في أي سؤال من الأخوان الضيوف أو أي جهة أخرى بنحاول نجاوب على هذه الأسئلة. شكرا جزيلا، وأنا سعيد مرة ثانية لوجودي بينكم. كل الشكر والتقدير لسعادة مطار سعيد النعيمي على هذه المعلومات القيمة عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كوفيد 19. أعزائنا الحضور، أعزائنا المشاهدين، ليس سرا بأن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة تعرض كغيره من المجتمعات الخليجية في الماضي لبعض الأوبئة، وله معها روايات وتجارب أبرزت في إطارها العام إرادته في التصدي لها وقدرته على ابتكار الحلول لمواجهتها. ولئن حملت هذه الروايات بعض الألم إلا أنها جديرة بالتأمل واستنتاج العبر. سعادة الدكتور يوسف الحسن في الورقة الثانية من أوراق المؤتمر يحلل هذه الرواية في فترة ما قبل الاستغلال، والدكتور الحسن كاتب ومفكر إماراتي يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم السياسية، وهو من المؤسسين لجريدة الخليج ومجلة الشروق، وهو الرئيس تحريرا لهما. شغل مناصب دبلوماسية عدة، كان آخرها المدير العام للمعهد الدبلوماسي بدرجة سفير، عضو مجلس الأمناء في العديد من مراكز الأبحاث والفكر والجامعات. صدر له ما يزيد على 38 كتاباً إضافة للعديد من البحوث والمقالات. تفضل سعادة الدكتور يوسف لعرض تحليلكم للروايات التي تناولت تاريخ الأوبئة في الإمارات ما قبل الاستقلال. شكراً أخ سعيد، وسلام الله عليكم جميعاً، والتحية للإخوة في إدارة الثقافة والسياحة ولفريق العمل الذي نظم وأشرف على هذا اللقاء، وتحية للزملاء المشاركين فيها، ودعاء إلى الله أن يشفي وأن يسلم الزميل الدكتور حسن في الكويت ويزيل هذه الغمة عن عالمنا في أقرب وقت ممكن. إخوتي، هذا الموضوع أو نبدأ بوباء الكوليرا الكوفيد الذي أصاب العالم يذكرنا دائماً بالأوبئة السابقة، يدفعنا كباحثين ومفكرين وأكاديميين إلى إعادة طرح كثير من الأسئلة الاجتماعية والفلسفية التي تتعلق بالأوبئة وبالطبيعة والبيئة والعلاقات الإنسانية. كورونا ليست أو ليس هذا الفيروس أول الأوبئة التي عانت منها البشرية. كثير من الأوبئة في عبر التاريخ أطلق عليها تعبير الوباء الجارف،
أي أن كثيرا منها ولشدتها كانت تجرف الناس كالسيل، كما يقول ابن خلدون في مقدمته فيها. وما يهمني في هذه المقدمة أقول أن الأوبئة عبر التاريخ كانت تترك آثاراً وتحولات ومتغيرات في المجتمعات الإنسانية. وعلى سبيل المثال أخذنا وباء الطاعون بكل مسمياته المختلفة، سواء كان الطاعون البيزنطي الذي بدأ منذ القرن السادس الميلادي، قتل نصف سكان العالم في ذلك الوقت، وصل مصر، وصل بلاد الشام والقسطنطينية في تلك الفترة، وكمن نحو 8 قرون، ثم عاد من جديد في القرن الرابع عشر ليصيب أوروبا ويفني ما يقارب من 60% من سكانها، وعرف وقتها بالموت الأسود. انتشر في العالم بنسب مختلفة، وخاصة عن المدن التي كانت تقع على خط طريق الحرير التجاري. تكرر هذا الوباء كل 10 سنوات فيها. كذلك تم، لا أقول اختراع، بل ابتداع، الإنسانية ابتدعت مسألة الحجر على لمواجهة هذا الوباء، وانتقل الأمر إلى الناس الذين كانوا يهربون من المدن الموبوءة إلى الجبال وإلى الأرياف. في ثقافتنا قاعدة ذهبية، ثقافتنا العربية والإسلامية، قاعدة ربما تنسب إلى حديث النبوي مؤداه: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تهبطوا إليها. الوسائل تعددت، والتي اعتمدت كما قلت لمواجهة هذه الأوبئة التاريخية، بدءا من الحجر الصحي وتبني بعض الإجراءات الوقائية أو اكتشاف لقاح فيها. حتى أن كلمة الكارنتينا التي نستخدمها الآن، التي تطلق على الحجر الصحي حيث يتم عزل المصابين، بدأت في أوروبا وبالذات في إيطاليا عندما كانت يسمح للبحارة، لا يسمح للبحارة بأن ينزلوا إلى البر، خاصة موانئ البندقية وموانئ البحر المتوسط، إلا بعد أن يمضوا 30 يوماً في الحجر الصحي في هذه السفن، لكنها رفعت إلى 40 يوماً، بمعنى المسمى كورانتينو، التي الكلمة الإيطالية التي اشتق منها هذا الاسم كارانتين. ما يهمني في هذا أن أقول أن هذه الأوبئة تسببت في إحداث تحولات كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية خلال عصر النهضة الأوروبية، حتى أن بعض المؤرخين ذهبوا إلى القول بأن من نتائج هذه الأوبئة حدوث الانشقاق الكبير الذي أصاب الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر. أصاب الوباء قطاعات كبيرة في مجتمعات العالم في ذاك الوقت، بما فيها الجيوش العسكرية. أدى ذلك إلى دخول سلك العسكرية الأوروبية التي كانت تحتكرها طبقة النبلاء، دخلت أبناء طبقات الدنيا، وراح العقل الأوروبي أو الغربي بشكل عام يعيد النظر في الكثير من المسلمات السياسية والعلمية والاجتماعية، بما فيها أيضا الدينية. وبدأ المفكرون والفلاسفة يتحدثون عن عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، عن المدن وعن الأرياف، عن عدم الاكتظاظ السكاني إلى غير ذلك. هذه كانت بدايات أو من تأثيرات هذه الأوبئة المختلفة. هذه المقدمة تقودنا إلى أيضا أن نبحث في تأثيرات الأوبئة التي أصابت أو تفشت في منطقة الخليج والجزيرة العربية بشكل عام. بالنسبة للإمارات، أو كما كانت تسمى قبل الاستقلال وقبل قيام الاتحاد، بإمارات الساحل المتصالح
في هذه وفقاً لمعاهدات الحماية البريطانية، بريطانيا التي حيمنت على المنطقة ما يقارب قرن ونصف، كانت أحوال هذه المنطقة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية متخلفة، لم تشهد أي تطور حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، رغم أنها كانت محل تنافس قوى استعمارية تملك كل وسائل التقدم والتطور، الأمية، الأمراض، وفيات الأطفال، هذه كلها عناوين ذكرتها كتب التاريخ وكتب الرحالة، وكان المجتمع يقوم في معظم الإمارات خاصة الساحلية منها على عمليات الغوص على اللؤلؤ وعلى تجارة اللؤلؤ. كانت الحياة في البر أكثر مشقة، أكثر بؤساً وحرماناً، كما شهدت المنطقة خلال النصف الأول من القرن العشرين الكثير من الهجرات الكبيرة الوافدة سواء من بلاد فارس أو قبائل عربية أو من الهند. تدهورت الأحوال السياسية والاقتصادية في تلك المناطق، كانت خطوط السفن التجارية تمر بموانئ إمارات الساحل وصولاً إلى البحرين والبصرة وإلى موانئ وجزر في الخليج وصولاً إلى سواحل الهند وشرق إفريقيا ومناطق أخرى. خطوط التجارة البحرية والهجرات البشرية، سواء كان الهجرات البشرية العمدية منها أو القهرية، ومواسم الحج إلى الأراضي السعودية الحجازية حيث التجمعات البشرية المتنوعة، فضلاً عن وجود بيئة مساعدة للتلوث وانتشار البعوض وغياب العناية الصحية والرعاية الصحية، كلها كانت عوامل مساعدة على انتقال الأوبئة والأمراض إلى منطقة ساحل الإمارات المتصلة. سأتحدث عن أبرز وبائين أصابا المنطقة الإمارات في هذه، وقد ذكرت هذه الأمراض في روايات وتقارير ومذكرات رحالة ورجال نفط وساسة ووثائق بريطانية منشورة. وهنا يهمني أن أذكر أول استطلاعات صحفية ميدانية أجرتها صحافة العربية وصحافة الأجنبية، كانت قامت بها مشكورة مجلة العربي الكويتية. قبل 10 سنوات بدأت في هذه الاستطلاعات إلى منطقة الساحل، حيث كان لا يعني لا قليل الاهتمام الإعلامي أو السياسي وغير ذلك في هذا الموضوع. هذه المجلة العربي الكويتية كانت أول صحيفة ومجلة تجري استطلاعات متعمقة لأحوال الإمارات السبع التعليمية والصحية في هذا المجال، وقد ذكرت بعض إحصائيات وأرقام في ذلك الوقت منذ 58 و60 و61 وصولاً إلى عام 1970 قبل قيام الاتحاد وتحقق الاستقلال بعام واحد. الأول أو الوباء الأول الكوليرا، كما تعرفون هذا الوباء تفشى مع بداية الثورة الصناعية وتسارع الهجرة الريفية إلى المدن بحثاً عن فرص عمل، حيث سكنت هذه العمالة في أحياء مكتظة خالية من الشروط الصحية. ومن هنا أشير إلى ما ذكره الدكتور مقر قبل قليل حول موضوع التجمعات السكنية العمالية التي كانت بعيدة عن المدن، وكيف يمكن ضبط أي وباء وفي أو الحجر عليها وتجاوز مسألة الوباء. هذا الوباء كما تذكر هذه الروايات في العالم خلال القرنين الماضيين تجاوز أعداد قتلاه 40 مليون شخص، وبخاصة في الهند وفي مصر وفي بلاد فارس. في أربعينيات القرن الماضي تردت الأوضاع الصحية في معظم الدول العربية،
وبما فيها دول الخليج والجزيرة إثر تفشي هذا الوباء على نحو لم يعرف خلال قرن. في هذه الأربعينات أيضاً شهد الساحل العربي هجرات واسعة كما ذكرت قبل قليل، من سواء من عرب فارس أو تجار، وبخاصة توجهوا إلى إمارة دبي بسبب أحوال مضطربة في بلادهم، وهجرات كثيرة أيضاً من قبائل عربية انتشرت في مناطق الساحل. أيضاً كانت الهند في تلك المرحلة في النصف الأول من القرن العشرين أكثر المناطق جذباً في عيون أبناء الإمارات طلباً للعلاج من أوبئة أو أمراض غير هذا الوباء الذي أتحدث عنه الكورونا، أمراض أخرى كالسل الرئوي أو تراخوما، أو كانت بومبي بالنسبة لهم وأيضاً بقدر ما هي مركزاً مهماً لتجارة اللؤلؤ، وخلال عصر اللؤلؤ الطبيعي أيضاً مكاناً للعلاج. المبشر الشهير زويمر الذي عرفته معظم دول الخليج العربي المتوفي في عام 1952، ونشر الكثير العديد من الكتب عن مناطق الخليج والجزيرة العربية، هو رجل لاهوت لكنه تلقى تدريبات طبية وصيدلانية في نيويورك وتعلم العربية في بيروت وفي القاهرة ووصل إلى صنعاء أيضاً. تحدث في أحد كتبه الكتابه المسمى رحلات متعرجة في بلاد الإبل عن تفشي وباء الكوليرا أثناء موسم الحج، وذكر أنه لم تكن هناك سياسات للحجر الصحي للحجاج العائدين إلى بلاده. روايات أخرى تحدثت عن هذا الوباء الكوليرا كيف كان يصل من خلال الحجاج القادمين من الهند ومن جاوة ومن اليمن ويتوجه شمالا نحو بلاد الشام. هذا الوباء وصل إلى موانئ الساحل والتي كانت ملتقى طرق القوافل التجارية البحرية، ومنها أيضا البرية التي تخترق منطقة الخليج والجزيرة العربية من شرقها إلى غربها وصولا إلى أسواق عمان واليمن وغير ذلك، فضلا عن طرق بحرية سالكة نحو شرق أفريقيا وشرق آسيا. بطش هذا الوباء كان كبيرا، لم يكن طبعا للتجار ولا الحجاج في أثناء انتشار هذا الوباء يخضعون لأي مراقبة صحية عند الوصول أو عند المغادرة حتى نهاية القرن التاسع عشر، إضافة إلى وجود كما قلت عوامل أخرى ساعدت في الانتشار، شح المياه الصالحة للشرب، مسألة تفسخ الذبائح أثناء موسم الحج. تذكر المصادر البريطانية أن ثلث الحجاج في موسم 1865 قد ماتوا في مكة والمدينة، توقفت الملاحة البحرية بين الحجاز والديار المصرية ومنطقة الخليج، وبدأ التفكير لدى السلطات المصرية وضع مخيمات للحجر الصحي لمدة أسبوعين. التطور في أساليب معالجة هذا الوباء، استخدام المضادات الحيوية، بدأت مرحلة متأخرة معالجة مياه الشرب، كلها عوامل أسهمت في القضاء على هذه الكورونا. الوباء الثاني هو وباء الجدري أو الجدري كما يتسمى يعني. هذا الوباء الذي عرفه العالم كله استعمل في مراحل من التاريخ في القرن الخامس عشر كسلاح بيولوجي في حرب المكسيك. في النصف الثاني من القرن الثامن عشر استعملته القوات البريطانية ضد الهنود الحمر في أمريكا، هناك تقديرات تاريخية تشير إلى أنه قتل ما يقارب من 50% من الهنود الحمر. وفيات هذا الوباء في القرن العشرين وصلت إلى 30 مليون وفاة حتى انتهى في نهاية السبعينات، وقيل أن آخر مريض كان في الصومال. والمهم أن بدأ العالم
عندما بدأ العالم يقوم بالتطعيم الشامل ضد الجدري. كيف كان الحال في الإمارات الساحل؟ لا تتحدث الوثائق البريطانية في مجملها عن حالات انتشار الأوبئة في إمارات الساحل، لكن من قراءتي لكثير من هذه الوثائق تشير دائما إلى حرص السلطات البريطانية على السلامة الصحية لممثليها المقيمين أو الزائرين من رحالة أو مستشرقين أو غير ذلك. كانت هناك إشارات متعددة حول صعوبة العيش وصعوبة المسكن، عن عدم النظافة إلى آخر هذه المصطلحات. في العقود الأخيرة قبل الاستقلال بدأت تبدي اهتماماً بمسائل الحجر الصحي، وبدأت الإمارات ذات القدرة أقول التعليمية وضع إقامة مستوصفات متواضعة، وكانت تبدر من هذه التقارير أن المسؤولين أو الحكام يطلبون مساعدات أدوية من السلطات البريطانية. تذكر مصادر تاريخية بريطانية أن الحاكم الثاني لإمارة دبي الشيخ سعيد بن بطي الذي حكم دبي لمدة 7 سنوات قد توفي بوباء الجدري في العام 1859. هذه المصادر البريطانية. ويروي الشيخ دكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة في كتابه سيرة مدينة أنه في العام 1935 قد انتشر وتفشى وباء الجدري في إمارات الساحل، خاصة في دبي والشارجة. يقول في هذا العام منتصف الثلاثينات من القرن الماضي وصلت سفينة تحمل 29 رجلاً من أهالي بلدة على الساحل الفارسي هاربين من الخدمة العسكرية الإيرانية، ويبدو أن بعضهم كان مصاب بهذا الجدري. ويضيف أن في هذا العام استشرى مرض الجدري في جميع مناطق إمارات الساحل وتوفى نحو 100 شخص، منها 60 حالة في دبي لوحدها وعشرات آخرين في بقية الإمارات. ويذكر كذلك في هذا الكتاب أن حاكم الشارقة في ذلك الوقت الشيخ سلطان بن صقر القاسمي كان كلما زار الإنجليز في سفينة حربية راسية في ميناء الشارجة يطلب من قائدها بعض الأدوية. ويضيف أيضا أن التقارير البريطانية تقول أن الجدري مستوطن في خليج عمان حسب التسمية في ذلك الوقت، وذلك بسبب كما تذكر هذه التقارير الأوساخ وعدم النظافة. كما يذكر الشيخ سلطان أن الشارقة أعلنت منطقة موبوءة بمرض الجدري، وقد قامت السلطات البريطانية في المنطقة والموجودة في محطة مطار الشارجة بمخاطبة مكاتبها في القدس، في الإسكندرية، في بغداد، في لندن، في كراتشي، حيث أوفد المسؤولون الصحيون في بغداد طبيباً إلى الشارجة، والذي قام بتطعيم العاملين في المحطة الجوية، وحصلوا على اللقاح لهذا العلاج من كراتشي. كما قام المسؤول السياسي البريطاني في البحرين بإرسال طبيب ويذكر اسمه محمد سلمان سطور لأجل تطعيم عدد من المرضى في مدن الإمارات الأخرى. كان يتم إعطاء اللقاح مجاناً، وأدى انتشار هذا الوباء إلى إثارة العديد من الأسئلة في الصحافة البريطانية، مثل عقد مؤتمر دولي أو حجر صحي للنقل الجوي. وملاحظة الشيخ سلطان في كتابه يقول أنه تم بناء مخيم أو خيم بجوار المطار للعاملين فيه، وكأنه يشير إلى بداية الحجر الصحي لهؤلاء العاملين كحجز. في العام التالي عام 36
أشارت التقارير أن دبي والشارجة خاليتين من الجدري. ويبدو أن هذا الوباء قد انتشر في الخليج والجزيرة العربية في نهاية الثلاثينات، وفيها توفي كثير من الناس، ومنهم من فقد بصره، ومنهم من هؤلاء علماء بارزة. كتب التاريخ أيها أخوتي تكشف مجموعة من الأوبئة التي أصابت أبناء الخليج والجزيرة العربية، رغم وواجهتها شعوب المنطقة وسلطاتها المحلية، رغم شح الموارد والإمكانيات العلمية، لكن تم التغلب عليها. موجات متنوعة جاءت المنطقة، من كوليرا، من ملاريا، من طاعون، حمى إسبانية وغيرها. كان الأهالي هم أنفسهم يعزلون المريض في بيوت على أطراف البلدة أحيانا. مثلا يذكر مع أخي العزيز الدكتور حسن ربنا يشفيه أن الجدري في الكويت مثلا، كما تذكر أحد التقارير قرأتها بالأمس، قتل أكثر من 3000 شخص في الثلاثينات. استخدم الناس الطب الشعبي، كان له دور حيوي في بدايات القرن العشرين في عمليات الاستشفاء، وظل هذا الدور حتى ربما نهاية الأربعينات يمارس التعامل به من للأمراض المنتشرة، ويستخدم العلاج بالأعشاب، بالكي أو الوسم، الحجامة. وكانت هذه المهنة تلقى احتفاءً واحتراماً في المجتمع في الماضي، وكان يسمى ممارسها المعالج الشعبي، وخاصة الأمراض الأورام، الظهر الجلدية، السكري، العيون. لكن العلاج الطبي ظل يطلب من خلال السفر بحراً إلى الهند، وقد ساهمت هيئة الملاريا في الهند مثلاً في حملة ضد الملاريا في البحرين وبعض إمارات الساحل في فترة الثلاثينات. كما عمل أطباء هنود في مستوصفات متواضعة أقامتها السلطات البريطانية في الشارجة وإمارات أخرى، حتى بدأت السلطات المحلية وبدعم من كويتي في دبي والشارجة في تأسيس مستوصفات ومستشفيات. على سبيل المثال مستشفى المكتوم عام 1951 بدأ بطبيبين وممرض واحد، كما تأسس المستشفى الكويتي في العام 1966. لعل آخر تفشي لوباء الجدري في إمارات الساحل كان قبل عام من الاستقلال، حينما ظهرت حالات مصابة بهذا الوباء في ديسمبر 1970 في إمارة دبي في منطقة القصيص. وتذكر جريدة الخليج، هذه على الشاشة، تذكر في عددها الصادر في 28 ديسمبر 1970 في منشية الرئيسي تفشي الجدري في وباء الجدري في دبي، وتذكر حول أسبابه غياب الرقابة، غياب التطعيم، ضعف الوعي الصحي في ذلك الوقت. أختم إخوتي بعدد من الملاحظات. نقطة الأولى حول الهيئات التبشيرية البروتستانتية، وأعتقد أحد الإخوة سيتحدث عنها بشكل موسع، لكن أشير إلى ما يتعلق في المنطقة. كانت تركز على 3 مداخل: التعليم، التبشير، الطبابة. هؤلاء في بدأت حركتهم في أواخر القرن 19 من إنجلترا وأمريكا، أشهرهم كما ذكرت قبل قليل زويمر الذي زار أبوظبي 3 مرات بدءا من 1891، التقى بحاكمها الشيخ زايد بن خليفة زايد الكبير الذي حكم أبوظبي من 1855 إلى 1909. هذا المبشر الطبيب وصلها بحراً، توجه منها إلى الإمارات الأخرى حتى مسقط على ظهر بعير، واجتاز البر الداخلي لإمارة أبوظبي. في الزيارة الثانية زارها في عام 1902
ونشر أقدم صورة التقطت لقصر الحصن في أبو. في زياراته كان يحمل معه صندوق أدوية وصندوق كتب تبشيرية. لم ينجز شيئا من الكتب الثانية، لكن الكتب الأولى كانت، الصندوق الأدوية كانت مفيدة ومقدرة. ويقول: كنت أستقبل فضوليين ومرضى من الفجر حتى غروب الشمس. حاكم أبو ظبي شيخ حمدان بن زايد في عام 1918 طلب طبيبا من المشفى الأمريكي التبشيري اللي هاريسون، طبيب هاريسون الموجود في البحرين، أيضا للعلاج، وجاء أبو ظبي. بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت طبيبة أيضا اسمها سارة هوسمان ما الشارجة كمقر لنشاطها الطبي، واشتهرت كثيرا. أكتفي بهذا أم أختم؟ على أي حال، فقط دقيقة دقيقتين. الاستطلاعات مجلة العربي بحاجة، وأتمنى على إدارة الثقافة والسياحة أن تعيد نشر ما الاستطلاعات التي قامت فيها مجلة العربي في بدءا من سبتمبر 1960 حتى 68 أو 71، رصدت وجود المستوصفات، وجود العناية الطبية التي بدأت، الأطباء تحدثت عن عدد من الأوبئة المنتشرة بين السكان خاصة في إمارة الفجيرة، إلى درجة أن التلاميذ المدارس كانت تأخذ أقراص للوقاية في هذه المدرسة. وأخيراً أقول أن جائحة كورونا أعادت التأكيد لدول العالم المتقدم والنامي والمتخلف على حد سواء كيف أن الأوبئة لا تزال مهدداً حقيقياً لأمن الدول والمجتمعات، تتطلب تضامناً دولياً أوسع وأعمق. أيضاً تحولت الجوائح التي أصابت البشرية عبر التاريخ إلى محرك أساسي للتطور الحضري وتصميم المدن وتوفير شروط بيئية أفضل. أعتقد أن جائحة كورونا إعلان مبكر لدخول الإنسانية في عصر جديد معالمه حيز عام افتراضي تنتظم خلاله علاقات الناس إلى آخره، بحيث يعتبر مساعد طباخ في مستشفى حكومي أهم من خبير تسويق. وشكرا لكم. شكرا جزيلا سعادة الدكتور يوسف الحسن على هذا السفر الموفق الذي يروي تاريخ الأوبئة في الإمارات ما قبل الاستقلال. السيدات والسادة حضورنا الكريم، دول الخليج العربية كما هي على مر التاريخ جسد واحد يفرح ويتعافى معه ويحزن ويتألم معه، وهو في كل هذا كله يروي قصة واحدة. أطلعنا الدكتور يوسف الحسن على تفاصيله في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهل الدكتور حسن جاسم شكناني أن يطلعنا على المزيد من هذه القصة في ورقته بعنوان نظرة أنثروبولوجية في الأمراض القديمة في المجتمع الخليجي وأهمية المسح والتقنيات في الكشف عنها؟ الدكتور حسن شكناني أستاذ مشارك في تخصص الأنثروبولوجيا وعلم الآثار في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، عضو في العديد من المنظمات الدولية من بينها معهد أمريكا للآثار ومعهد الدراسات الشرقية بالولايات المتحدة والمنظمة العالمية للفلكلور الشعبي. تتركز اهتماماته البحثية حول دراسة القطع الأثرية باستخدام التحليل الكيميائي والتحليل الصخري. فاز موقعه الإلكتروني تراث الكويت بالمركز الأول في جائزة المحتوى الإلكتروني لمؤسسة الكويت التقدم العلمي عام 2015. والآن كلنا أذان صاغير الدكتور حسن، ونقول الحمد لله على السلامة يا دكتور ومعافى ومشاه بيد رب العالمين. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على جميع الأخوة والسادة المشاركين والمستمعين والمشاهدين. وجه تحية خاصة إلى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على هذا التنظيم للمؤتمر الثامن، وأنا جداً سعيد ولي كل الشرف أن أكون متواجد بين زملائي وأساتذتي لألقي كلمة حول العلاقة ما بين الأنثروبولوجيا وما بين الأمراض.
طبعا احنا في علم في دراستنا لعلم الانسان او في الانثروبولوجيا نهتم دائما في دراسه الانسان من جانبه الثقافي وجانبه البيولوجي، وبالتحديد اثر هذه الثقافه على اوجه متعدده محيطه في الكائن وهو الانسان. علاقه الثقافه في صحته، علاقه الثقافه في طريقه العلاج، علاقه الثقافه في طريقه نطق الكلمات، الثقافة كيف ترى مفهوم الزواج، مفهوم الجمال، مفهوم السمنة، نجاح الأنظمة السياسية ما بين القبلية والدستورية والديمقراطية وتوافقها مع ثقافة المجتمع وثقافة سلوك الأفراد. هذه كلها يعني يكون يعطينا الصورة العامة والشاملة للعلم الشمولي والنظرة الشمولية التي تهتم فيها الأنثروبولوجيا. ومع هذا أيضا الأنثروبولوجيا تهتم في صحة الإنسان، وتهتم في يعني أوجه متعددة في علاقة الثقافة مع الصحة مع المرض. لذلك كان اليوم في هذا البحث على عجالة بسبب المسحة الإيجابية يوم أمس، أحاول أخذ نقاط يعني على عجالة صورة عامة حتى أكثر من علاقة علم الآثار باعتبار فرع من فروع الأنثروبولوجيا حسب المدرسة الأمريكية. نقدر نسلط الضوء احنا اكثر على مفهوم المرض من ناحية الانثروبولوجية اذا دخلنا في تفاصيل وفروع اكثر مدرجة تحت تخصص الانثروبولوجيا. وانا اعني بالتحديد هنا ثلاث فروع: الفرع الاول هو علم الاثار، والفرع الثاني هو الانثروبولوجيا البيولوجية، والفرع الثالث هو الانثروبولوجيا الثقافية. انا حسب رأيي المتواضع ارى ان هناك علاقة جدا حميمة بين هذه الفروع الثلاثة تحت مظلة الأنثروبولوجيا مع مفهوم الصحة والمرض. في علم الآثار تقريبا تخصص أو الاهتمام في الأمراض القديمة اللي احنا نسميها الباليوباثولوجي أو الأمراض المزمنة القديمة أو الأمراض القديمة بدأت تقريبا من سنة 77 أو من سنة 79 تحديدا من جامعة أوهايو ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت تنظر إلى العظام البشرية، ليس ان هي الماده الاساسيه لعمليه التاريخ او الديتنج احنا نسميه، خصوصا لما نعني فيها الكربون 14، بل هي تعطينا بعد اعمق لفهم المستوى الصحي او السجل المرضي للمجتمعات القديمه. ولكن بسبب تطور المناهج العلميه والاجهزه، خصوصا بعد يعني توصل الانسان الى فهم معاني افضل للدي ان اي و تشخيصات أفضل لأشكال العظام القديمة، بدأ يتوصل حق الأمراض. وهذا هو يعني من أساسيات ومن أهداف علم الآثار، هو الوصول إلى فهم عميق أفضل للسلوك البشري، ولكن ليس عن طريق فقط عرض مثلا يوميات وطريقة أكلة مثلا أو مثلا معتقدات القديمة أو شكل المسكن أو نوع الفخاريات، بل ندخل أيضا في الجانب الصحي. تقريبا احنا يعني اليوم عندنا نقص او فراغ في فهم الصحة القديمة او الامراض القديمة او الحالة الصحية للمجتمعات في منطقة خليج العربي قبل آلاف السنين. مثل ما ذكرت، لان التركيز كان في السابق اكثر شيء على العظام كمصدر للتاريخ الموقع لتاريخ العظم اكثر من ما هو لدراسة الحالة المرضية. أنا بحط ثلاث أربع أسامي، يمكن يكون هذا يعني حاليا يعني لولا المرض كان عند تقريبا 25 عينة من عظام بشرية عمرهم 7000 سنة من مناطق مختلفة من الخليج العربي. حاليا في تعاون جدا كبير أن ندرس الأمراض اللي كانت منتشرة قبل 7000 سنة في منطقة الخليج العربي، فهذا يعني نوعا ما توجه جديد في أبحاثي إلى جانب الفخاريات. من هذه الأمراض اللي احنا نتوقع ان نحصلها لو صار في دعم كبير ومباشر وتعاون عالمي هو مرض السل. هذا المرض انا اسميه مرض العولمة او الامجريشن ديزيزز، يعني مرض الهجرة، لان العالم البشري مر في مرحلتين من العولمة الجلوبالايزيشن. المرحلة الاولى هي مرحلة العصر الحجري الحديث او احنا نسميه العصر النيوليثي، الذي بدأ من تقريباً 12,000 قبل الميلاد، يعني قبل 14,000 سنة في مناطقنا في ساحل الخليج العربي. يعني هذا الفترة كانت جداً مهمة وجداً يعني فعالة منذ 1700 قبل الميلاد
تقريبا 6500-6000 قبل الميلاد مناطق ساحل الخليج العربي شهدت نشاط سكاني وحركة ثقافية جدا يعني ملحوظة بسبب وجود ثقافة في جنوب العراق اسمها ثقافة العبيد نسبة إلى تل العبيد في محافظة في منطقة الناصرية محافظة الذيقار، وهي تقريبا أقدم مثال اليوم بالعالم شهدت حركة من التوسع المدني، مفهوم الأربنايزيشن، مفهوم الاستقرار، مفهوم بناء المدينة. هي جاءت قبل فترة ثقافة الوركاء صدقتها بألفين سنة، فهذه الثقافة لاقت استحسان لمناطق مختلفة محيطة في منطقة العبيد وأريد في جنوب العراق في الناصرية. فراح أشوف من 7000-6500 قبل الميلاد من الصبية في الكويت شمال جون الكويت إلى الدواسر في المملكة العربية السعودية إلى جزيرة دلمة وأم القيوين وعجمان، راح نشوف وراس الخيمة إلى مناطق البحرين كذلك وقطر وعمان. عندنا يعني أكثر من عشرات المواقع الأثرية التي تمثل هذه الثقافة. فهذه كانت عبارة عن بداية العولمة. العولمة يعني الانفتاح في الأسواق، التواصل البشري، عملية التبادل التجاري، عملية الاستعارة الثقافية. ما عندنا دليل إذا هذه كانت عبارة عن خلينا نقول مستوطنات من بلاد الرافدين استوطنت في مناطق الخليج، أو إن في استعارة من سكان الخليج لهذه الثقافة، ولكن واضح أن احتمال يكون في النظرية الثانية، لأن عندنا فخاريات من فخاريات موجودة في الخليج تابعة للنمط البلاد الرافدين، احنا نسميه عبيد period tradition متأثر، يعني هي عبيدية جاية من العراق وصلت إلى مناطقنا، وإضافة إلى وجود فخاريات محلية احنا نسميها local أو coarse red pottery اللي لقيناها بكميات كبيرة في الإمارات وفي الكويت وفي الدواسر الدوسرية عفوا في المملكة العربية السعودية. هذا الاحتكاك ووصول الإنسان إلى مرحلة الاستقرار واستئناس الحيوانات اللي احنا نسميه عصر الدومستيكيشن والأجريكالتشر الزراعة واستئناس الحيوانات، عندنا جدا دراسات جميلة أن هذه النفحات الخارجة من الحيوانات قاعد تؤدي إلى أمراض السل وتأثر الإنسان بسبب استقراره. فهذا نحتاج احنا ندرس أكثر هذه الأمراض الموجودة لأنها ارتبطت في فترة العولمة والهجرة وكذلك الاستقرار. من الأمراض أيضا اللي احنا نحتاج ندرسها أكثر اللي هي المرض الأوربيتاريا اللي هي مرتبطة في الأنيميا، خصوصا مع وجود تغير في نمط سلوك الغذاء الإنسان القديم. قبل يومين البعثة الألمانية وإدارة الآثار والسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية أعلنت عن اكتشاف جدا جميل، أقدم إنسان هومو سيبينز الإنسان العاقل في شبه الجزيرة العربية 120,000 سنة. قبل سنتين تم اكتشاف عظم حق إنسان الأصبع الهومو سيبينز 85,000 سنة، وغير من تاريخ خروج الإنسان الأفريقي إلى مناطق شبه الجزيرة العربية. مع اكتشاف قبل يومين التاريخ صار 120,000 سنة. هذا التغير في الهجرة وحركة الإنسان كان دائما مرتبطة في حصوله على الحيوانات والمصادر الغذائية الملائمة، لذلك كان يعتمد جدا على أكل البيج جيمز احنا نسميه الحيوانات الضخمة مثل الغزلان أو الثيران في فترات متأخرة من تاريخ العصر الحجري. يعني قاعد نتكلم احنا من 2 مليون تقريبا إلى 12,000 مع العصر الحجري الحديث العبيدي اللي تو ذكرناه، فكان في دروب وهاي يعني في ريز وهاي يرتفع وينزل في عملية وجود المصادر الغذائية بسبب طبيعة الأجواء المناخية والبيئة اللي كانت تتغير ما بين جفاف وما بين مناخ مطير. فعدم توفر البيج جيمز الحيوانات الضخمة الأكسس حصول الإنسان على اللحوم لفترات طويلة كان يطلع عنده مرض الجفاف وتأثيره على اختفاء الكثير من الحيوانات،
تفضيل الإنسان السكن عند الواحات، وبالنهاية أدى إلى فترة الثقافة العبيدية، وأدى إلى فترة الوركاء، بعدين أدت إلى فترة ظهور الحضارات، فصار الإنسان يعيش في عصر الاستقرار. فهذا كله أدى إلى يعني استجابة، أنا أحتاج اللحم، أنا أحتاج الحديد، فما كان في أي استجابة، فتطلع هرمونات من أضعف الأماكن في جمجمة الإنسان، فيطلع من العين هنا من الداخل النتوءات ويؤدي إلى الوفاة. فعادة راح نحصل إحنا من 120 ألف هذه الأمراض الأوربيتارية، ونحصل يمكن من 14 إلى 12 ألف قبل الميلاد أيضا مرض الأوربيتالية، أو مرات يطلع عندنا مرض مشابه له، ولكن في إحنا نسميه في السكالز أو في جحف الجمجمة، عبارة عن الخطوط اللي إحنا نسميها الهايبوبليشيا. من الأمراض اللي يمكن إحنا أيضا نشوفها علاقة الإنسان مع الثقافة اللي كان هو يتحملها أو يسلكها أو يؤديها، خصوصا في فترة الاستقرار، في فترة العصر البرونزي لبناء الأهرامات في مصر، بناء الزاقورات في العراق، بناء الأفران في عمان لحضارة ماجان، بناء المساكن في حفيت وفي هيلي في الإمارات، دلمون في البحرين، دلمون في الكويت. هذه كلها راح نشوف أن في علامات جديدة سوف تظهر على جسم الإنسان متعلقة في الجوينت ديزيزز أو أمراض المفاصل بسبب سلوكه يعني أنشطة لم يعتاد عليها البشر في فترة سابقة. هذه أيضا نقدر نحصلها أمراض مرتبطة في الهرز لاينز. إحنا ندري أن حضارة دلمون في البحرين والكويت وماجان في عمان، وعندنا وادي سوق في الإمارات، هذول من 1200 قبل الميلاد نوعا ما اختفوا من خارطة النشاط الإنساني، من 3000 قبل الميلاد إلى 1200، العصر البرونزي، عصر العولمة، عصر الحضارات، عصر الكتابة، عصر النشاط الإنساني، العصر الذهبي، هذا اضمحل بسبب تغيرات مناخية، سقطت الحضارة الهندية والباكستانية ملوخة، نوعا ما اختفى الدلمون في منطقة الخليج، حفيت وهيلي وادي سوق وماجان، صار التركيز أكثر على غرب شبه الجزيرة العربية، حضارات اليمن معين وقتبان وسبأ وحضرموت مع تبوك ومع وادي العلا مع الأردن والشام. فالتغير في التغذية أو سوء التغذية راح يؤدي إلى مرض احنا نسميه هاريز لاينز على اسم العالم اللي اكتشف خطوط النمو الموجودة في الأسنان. فأنا مثلا أسناني صحيحة الحين، لما أوصل حق الخط في العمر 17 سنة راح أشوف أن عندي مثل جروف، خط أسود، معناته أنه في قبل 17 سنة، إذا أنا اليوم عمري 34، قبل 17 سنة مثلا أنا راح أشوف أو أقل طبعا راح أشوف عندي خط أسود، معناته أن أنا مريت في ظروف اجتماعية أو ظروف سياسية أو ظروف أسرية مرتبطة في سوء التغذية، في عدم حصولي للتغذية. يمكن أنا في هذه الأيام قبل 5000 سنة صار في حرب ما بين مثلا أقول الكاشيين وما بين دلمون، ما صار عندي أكسس حق هذا الأكل. فهذه الخطوط الموجودة في الأسنان أو موجودة في المفاصل اليد والرجل يعني يعطيني تأشير على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي كان الإنسان، وهذا هو هدف الأنثروبولوجي، يعني أنا بوصل حق أفضل فهم للأنماط الثقافية المحيطة في الإنسان. هذا فقط أنا يعني بحاول نربط العلم الآثار كفرع من فروع الأنثروبولوجيا مع الأمراض. الحين لو ندخل إحنا على عجالة ما بين الأنثروبولوجيا البيولوجية الفرع الثاني مع الأنثروبولوجيا، راح نشوف ان عندنا دراسات جدا جميله في جامعه الكويت يقودها الدكتور يعقوب الكنديري استاذ الانثروبولوجيا الطبيه، والدكتوره مها السجاري استاذ الانثروبولوجيا الطبيه الثقافيه، علاقه الامراض مع بعض العادات والتقاليد، علاقه تفضيل المجتمع على الزواج الاقارب مع وجود بعض الامراض، علاقه عدم رغبه الجيل القديم او الكبار السن، او خلينا نقول اليوم لو ندخل معنا الجيل الجديد الى عمليه الفحص المبكر ونسب الزواج الغير الآمن، علاقة الضغط، ضغط الدم أو أحد أوجه الأمراض المزمنة، الضغط والسكر والكوليسترول والسرطان مع درجة التدين. عندنا دراسات وايد حلوة نشرت في مجلة كامبريدج بقيادة الدكتور يعقوب الكنديري، تردد الجيل أو تردد كبار السن على
الممارسات الدينية، الممارسات الروحانية، الأماكن التعبد وتأثيره في قلة انخفاض ضغط الدم أو اختفاء ضغط الدم، دور الأب، الزواج، السكن في أسرة الأسرة الممتدة، وجود الشيخ أو وجود كبير السن لعملية التخفيف وحل المشاكل وأثر في تخفيض عمليات الضغط. هذه كلها يعطينا أيضا نوع من العلاقة ما بين الأنثروبولوجيا وما بين الصحة. السلوكيات الجديدة اليوم اللي احنا قاعد نشوفها بين اخواننا وعيالنا، بيدهم الايباد، بيدهم الاجهزة، عدم التفضيل للالعاب القديمة اللي احنا كنا نلعبها، مثلا الدراجة الهوائية او نحجز الملعب على اساس كرة القدم، او جيل ابائنا مثلا المقصي والواردة مثلا، والالعاب اللي تتطلب مثلا فيها الحركة، هذا الجلوس وهذا الاستقرار وهذا الركود وعلاقته في السمنة، علاقته في امراض الضغط مثلا، امراض وصول حتى الاكل والخضروات عند هذا الجيل مع وجود الابلكيشنات، خاصه احنا في الكويت مثلا عندنا ابلكيشن طلبات او ابلكيشن مثلا كاريج، ووجود هذه التطبيقات في يد الاطفال اعمار 7-8 سنوات، تتفاجئ ان راعي المطعم يتصل على الوالد او على الوالده يقول ترى المطعم عند الباب، وانت ما تدري ان ابنك وبنتك هم اللي طالبين الاكل، وعدم التحكم في نسبه الصوديوم او نسبه الدهون مثلا الموجوده والكربوهيدرات، هذا يؤدي إلى وجود أمراض. نعم الطبيب يعالج الأمراض، الطبيب يشخص حالة المرضية ويعطيك الدواء، ولكن إحنا في الأنثروبولوجيا نؤمن أن هذه الأمراض يكون لها مسببات ثقافية، مسببات اجتماعية، ومسببات سلوكية. أنا أحب يعني أختم، عند الهم دراسة جدا حلوة من دكتور مها السجاري، علاقة السرطان، ازدياد نسب سرطان الثدي عند النساء في الخليج مع العامل الثقافي، خصوصا عند النساء ذات الخلفيات القبلية، عدم تفضيلها بسبب تابو المحرم اجتماعيا وليس المحرم دينيا للكشف عن جزء من الجسم، جزء حساس مثل الصدر، لعملية الفحص المبكر. أنا ما فيني شيء، أنا مو مريضة، فما بال أنا لو مريضة يمكن الخلفية الثقافية، الخلفية الاجتماعية ما تساعدني أنا أروح أفحص عند دكتور، فما بالك أنا ما فيني شيء، تحتاج أني أنا أفحص على جزء وايد مهم من جسمي عند متخصص. نادرا يمكن اليوم، وانا يعني يمكن معلومتي غلط، نادر ما احصل طبيبه انثى مختصه في هذا الجزء من هذا الجسم او من هذا المرض. فانا راح اعترض من عمر 39 لعمر 44، هي الفتره الحاسمه الحساسه لنشاط الخلايا السرطانيه في صدر المراه، فليش انا اروح افحص وانا اصلا ما فيني شيء؟ حتى لو بروح راح اشوف ان كل المتواجدين في الساحه الطبيه عباره، او الكوادر الصحيه عباره عن ذكور، فتترك وتحمل هذا الجزء إلى نشوف اليوم عندنا بالأخص الكويت والمملكة العربية السعودية من النسب العالية على مستوى العالم بالنسبة والتناسب مع حجم السكان في إصابة المرأة بسرطان الثدي، وبسبب بعد عملية إجراء الأبحاث أكثرها تكون من، وخصوصا في جماعات ثقافية معينة، فمعناته أن في سبب ثقافي هو اللي قاعد يتحكم في ازدياد هذه النسبة. أخيرا أنا بختم مع علاقة الأنثروبولوجيا مع الثقافة والصحة والمرض مع الأنثروبولوجيا الثقافية اللي هو الفرع الثالث، وهو الكولوم الرئيسي، هو العمود الأساسي للعلم، دراسة ثقافة الإنسان. في داخل هذا الفرع عندنا تقريبا احنا يعني ثلاث مناهج نقدر احنا نربطها مع الأنثروبولوجيا الثقافية. الأنثروبولوجيا الثقافية عندها منهج جدا يونيك ونادر، وهو يعني منهج خاص في علم الأنثروبولوجيا اللي هو Participant Observation، اللي هو بين قوسين الإثنوغرافيا بالعربي الملاحظة بالمشاركة. المنهج الوصفي هو العلم الوحيد الذي يمتلك هذه الآلية للعيش مع الثقافة، مع المجتمع 20-30-40 سنة 5 سنوات، يتعلم لغتهم حتى يفهم كل تفاصيل ومعاني الثقافة. أنا اليوم أحتاج أني أعيش مع كبار السن حتى أفهم كيفية تلقي للفكر الصحي، كيفية تلقي للمرض، هذا المرض سبب عين، هذا المرض سبب حسد، هذا المرض سبب طريقة العلاج نفسها. هذه أنا أحتاج أن يكون عندي participant observation، وأنا أدري أن الإمارات العربية المتحدة يعني ما شاء الله أكثر من 10 سنين طلعت موسوعة جدا ضخمة في التراث الشعبي والعلاج الشعبي والفلكلور الشعبي. في السابق ودول مجلس التعاون كان عندنا مجلة التراث من أجمل المجلات، وللأسف يعني توقفت يعني، وهذه أهم دعوة أن نعيد إصدارها مرة ثانية ونتعاون من جد وجديد.
لما ندش بالأنثروبولوجيا الثقافية اهتم في الجانب المادي الماتيرياليستيك أبروتش، شنو الأدوات اللي كانت مرتبطة في عملية الصحة والعلاج. وأنا جايب مثال جدا جميل يعني أنا كنت أسمعه ولكن سبته تخصصت يعني بسبب هالبحث اللي أعطاني الدكتور يعقوب الكنديري سنة 2003، يعني خلاني حتى استكمل دراساتي وبدأت أجمع هذه القطع اللي هي احنا نسميها السرقرق، ونادر ما نسمع عنها حتى بالروايات الشفهية. كبار الحريم كبار السن النساء قليل من يذكر الأدوات. أنا يعني خلال مقابلاتي لمحت شخصيتين تكلمت عن السرقرق هذا اللي كان يحطون فيها الخشخاش وهي مادة مخدرة أعشاب لعلاج البطن الأطفال، فيحوش مثلا الغازات نعطي احنا مثلا الزموتة أو نعطي ماء اللقاح أو مثلا نعطي ماء غريب أو نعطي بعض الأعشاب. فكان في فترة من الفترات في تاريخ الكويت أعتقد منع بال 77 أعتقد منع بال 77 في أواخر فترة الشيخ صباح السالم رحمة الله عليه حاكم الكويت، كانوا الحريم يأخذون هذا البودر ويطحنونه ويحطونه في ملفع أو في حجاب المرأة، تبقى البقايا الطويلة الكسرات موجودة داخل الملفع أو الغطاء الحجاب، والبودرة من هذا الخشخاش ينزل فتضع مع شوية قطرات من الماء ويكون مثل عملية الملعقة اللي يستخدمها. هذا اليوم مو موجودة في ولا كتاب، لذلك أنا في كتابي الأخير تراث الكويت حرصت أني أحطه كجزء من التراث الصحي والثقافي والرياضي والفني. هذا اليوم مغيب عندنا. شنو أكيد عندنا أدوات اليوم موجودة على مناطق دول مجلس التعاون، يمكن كل قبيلة عندها أداة خاصة لها، يمكن كل عائلة حضرية في الكويت برغم حجم صغرها أهل جبلة وأهل شرق، يمكن حتى أصحاب الأقليات أو الخلفيات الثقافية العجم الحضر البدو العرب ذات الأصول الإحصائية ذات الأصول الفارسية ذات الأصول العراقية ذات الأصول النجدية 1000% تلقى عندهم أدوات مختلفة. هذا إذا ما كان عندهم نفس الأداة ولكن بمعاني مختلفة. فهذا كان البحث يعني على عجالة أن أنا أحاول أني أربط مفهوم الصحة والثقافة والمرض من الناحية الآثارية والناحية البيولوجية والناحية الثقافية. وآسف جدا على الإطالة وشاكر للجميع، يعطيكم ألف عافية. كل الشكر والتقدير للدكتور حسن جاسم إشكناني على هذا العرض المميز للأمراض القديمة في المجتمع الخليجي. أيها الأعزاء، رواية أخرى حول تاريخ الأوبئة في دول الخليج يقدمها هذه المرة الدكتور أحمد عيسى الهلالي أستاذ الأدب والبلاغة المشارك في جامعة الطائف، بعنوان تاريخ الأوبئة في المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز حتى يومنا. ولا أدري هل تضيف هذه الرواية السعودية حول تاريخ الأوبئة سنداً آخراً على إرادة الشعوب الخليجية على تجاوز المحن في كل زمان؟ الدكتور الهلالي كاتب وأديب يكتب في العديد من الصحف السعودية وله العديد من عضويات في جهات ثقافية مختلفة، قدم العديد من أبحاثه والأوراق العلمية في عدد من المؤتمرات والملتقيات والمجلات المحكمة، أدار العديد من الأمسيات والفعاليات الثقافية داخل المملكة وخارجها، أستاذ البلاغة والنقد المشارك بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة الطائف، يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، له العديد من المؤلفات الأدبية والنقدية والدواوين الشعرية. لك الكلمة دكتور أحمد، فتفضل مشكورا. شكرا أستاذ سعيد، وأسعد الله مساءكم ومساء الزملاء الباحثين والسادة المشاهدين في هذه اللحظة، والشكر أيضا لإدارة الثقافة والسياحة بأبوظبي على هذا المؤتمر وهذا التنظيم الرائع. أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للزميل الباحث الدكتور حسن الشكناني ولجميع من أصيبوا بهذا الوباء. الورقة التي سأتحدث فيها هي ورقة أخشى أنها طويلة، خاصة أنني توقفت عند لمحة تاريخية حول الجزيرة العربية في التاريخ القديم، و نحن نعلم أن الجزيرة العربية بها البيت الحرام وبها الكعبة المشرفة، وكان العرب من قبل الإسلام يحجون إلى هذا البيت وكانوا يجتمعون في مكة. منطقة الحجاز كما تواتر تاريخيا هي من المناطق التي شهدت العديد من الأوبئة والأمراض التي انتشرت خلال
فترات التاريخ القديم وأيضا التاريخ الحديث. هنا ما يشبه التواتر بين الباحثين في التاريخ العربي القديم وكذلك العصر الإسلامي وحتى التاريخ القريب، أن منطقة الحجاز منطقة تنتشر بها الأوبئة وعرفت بعض الأمراض مثل الطاعون والإنفلونزا وبعض الأمراض المرتبطة بمناخ هذه المنطقة، إضافة إلى حمى اشتهرت في منطقة خيبر اسمها الحمى الخيبرية. المصادر التاريخية تذكر العديد حول هذا الأمر، ولكن يهم تقسيم الأسباب حسب المصادر التاريخية لانتشار الأوبئة في بعض المناطق خاصة. هناك ثلاثة أسباب مهمة تحدثت عنها المصادر التاريخية. كان السبب الأول فيها هو سبب بيئي جغرافي، فالمناطق التي تكون فيها الينابيع والمستنقعات والمياه الآسنة الواقفة ومشاكل ذلك هي معرضة لعدد من الأمراض، وهذا أيضا ما أثبتته الدراسات الطبية الحديثة. كذلك يعني في شبه اتفاق بين الباحثين والأطباء على أن المناطق الواقعة عند قواعد الجبال والمناطق الحارة الرطبة ولا سيما التهائم، ونحن نعرف سهل التهامة الممتد في غرب الجزيرة العربية، ما زال إلى اليوم يشهد العديد انتشار العديد من الأوبئة. هناك السبب الثاني الذي حدثت عنه المصادر وهو سبب بيئي لكنه بشري وليس طبيعي، وإنما بفعل البشر بفعل الحروب. بعد المعارك التي تفتك بالقرى والمدن تترك أحياناً جثث ملقى، سواء جثث البشرية أو جثث الحيوانات المستخدمة في المعارك، تترك لتنتن وتجيب فتتفشى منها الأمراض والأوبئة. وهناك حديث مهم عن ارتباط الإنفلونزا الإسبانية تقريباً بالحرب العالمية. السبب الثالث متعلق بالحالة الاجتماعية لسكان الجزيرة العربية، الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية لهذه المجتمعات العربية القديمة في الجزيرة العربية كانت تعاني من قلة العناية الطبية، من الفقر، وكذلك من عدم توفر وسائل النظافة كما ذكرت العديد من المصادر. العصر الجاهلي لا تتوفر حسب المؤرخين لدينا معلومات دقيقة عن الطبابة في ذلك العصر، ومعظم الباحثين يعني لا يعولون على التدوين الذي وجد والذي للأسف لا يوجد سوى خاصة في مجال الأركيولوجيا أو مجال البحث الآثاري، لا توجد العد يعني وفرة للمكتشفات حول الطب في العصر الجاهلي، وغالبا ما كانت تعزى الأمراض إلى الأرواح الشريرة التي تستولي على الجسم و يكافحونها بطرق بدائية جدا تتعلق بالآلهة أو بالساحر أو ببعض الممارسات التعذيبية للمريض أحيانا مثل الجلد أو الكي وما يشابه ذلك. هذا في نواحي التاريخ القديم. بعد الإسلام دخلت العديد من الشعوب والعديد من الثقافات إلى الجزيرة العربية بغرض الحج بغرض التجارة، وهناك من أقام واستمرت على امتداد العصور الإسلامية هذه الموجات السنوية على الجزيرة العربية. وطبعا وفود هذه الموجات البشرية من مناطق موبوءة ستنقل الأوبئة إلى الجزيرة العربية، أيضا عودة هذه الوفود من الجزيرة العربية إلى أوطانها ستحمل معها هذه الأوبئة المنتشرة في المشاعر المقدسة. الحركة التجارية كذلك لها علاقة كبرى في هذا الأمر. التدوين التاريخي في الجزيرة العربية لم يكن أيضا يعني دقيقا في نواحي تدوين الأوبئة المنتشرة في جزيرة العرب في المرحلة السابقة للدولة السعودية. هناك بعض التدوين الذي كان في العهد العثماني
هناك بحث عن الكوليرا وهي التي تحدث عنها الدكتور يوسف، الكوليرا التي انتشرت في الحجاز، وجدت عنها بحثين، الأول لطبيب فرنسي اسمه شار ستيكوليس، هذا الطبيب قدم هذا البحث في جنيف، تحدث فيه عن الحج والكوليرا وتاريخ الكوليرا منذ العام 1831 ميلادية، وعن موجات هذه الكوليرا وعلاقتها بمدينة جيسورة في الهند وانتشارها المريع وقلة أيضا العناية أو قلة الإجراءات المتخذة للحد من الكوليرا في الحج، وذكر ضرب الموجات المتتالية لها في الحج حتى حج 1881 و1882 الذي كان فيه تدخل السلطات ومحاولة للحد من انتشارها. هناك بحث أيضا قدمه أو قدمته لجنة طبية كلفها السلطان عبد الحميد الثاني السلطان العثماني طبعا، بأن تدرس الحالة الصحية لخمس ولايات عربية هي طرابلس الغرب وبنغازي واليمن وولاية الحجاز وبغداد. هذه اللجنة كانت برئاسة الدكتور عبد الحكيم حكمة الذي كتب تقريرا متكاملا عن منطقة الحجاز والأمراض المنتشرة فيها. كان هناك مستشفى تسمى مستشفى الغرباء، أنشئ تقريبا في 1247 أو 67 تقريبا 67 هجرية، وهي مثل مستشفى الغرباء الذي أنشئ في بغداد والذي أنشئ أظن في دمشق أيضا. ذكرت فيه سجلات بعض الأمراض منها الديزنتاريا والتهاب المعدة والأمعاء والحمى ومرض يسمى أبو ركاب وأمراض كبدية وأمراض جلدية وأمراض مختلفة سجلت في هذا المستشفى. شرح الطبيب عبد الحكيم شرح هذه الأمراض ونوعيتها وذكر منها أيضا وصف الملاريا والحمى الصفراء وتحدث عن الديزنتاريا وأضاف أيضا الكوليرا وهي ذات الكوليرا التي تحدث عنها الدكتور شار. ذكر تواريخ مهمة في الكوليرا وهي سنة 46 1246 هجرية و56 و64 و66 في القرن الثالث عشر الهجري. هذه التواريخ هي التواريخ التي كانت فيها شدة لضرب الكوليرا، وثم ذكر التاريخ الذي تحدث عنه الدكتور يوسف وهو 1306 سنوات هجري، وهذه الكوليرا كانت أيضا قادمة من الهند. الرحالة السويسري بوركهارت أيضا تحدث عن منطقة الحجاز وعن الأوبئة المنتشرة في هذه المنطقة، وذكر أن أو اتفق حتى مع الطبيب عبد الحكيم حكمة أن منطقة جدة قياسا على مكة والمدينة سريعة الانتشار وأن بيئة جدة ليست صحية في تلك الفترة، وهذا ما تحدث عنه بوركهارت أيضا حين يقول الأمراض المنتشرة في مكة وجدة تكاد تكون واحدة ويدخل ساحل الحجاز ضمن بلدان الشرق غير الصحية. كذلك المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية كما تحدثت بعض المصادر التاريخية التي رصدت الروايات الشفهية خاصة لكبار السن في تلك المناطق عن انتشار أمراض، وكان أخطر هذه الأمراض هو مرض الطاعون الذي أصبح يؤرخ به، كذلك مرض الجدري أصبح من الأمراض التي يؤرخ بها في تلك المنطقة، وكانت أيضا الممارسات الطبية في تلك المناطق جدا متواضعة. في نجد بدأ الرصد أو التدوين لبعض الأمراض في نجد من العام 862 هجري من القرن التاسع الهجري، لكن ذلك الرصد عن تلك الأمراض أو الأوبئة المنتشرة في نجد لم يكن رصدا علميا دقيقا كما تتبع الباحثون، و هناك دراسة خاصة لتتبع هذه التواريخ في نجد اللي هي من العام 850 إلى 1158
دراسة بعنوان العوامل الكونية وأثرها على أحوال السكان في بلاد نجد من ضمنها الأوبئة. هذه الدراسة تعرضت لتلك التواريخ، ولكن معظم التواريخ المرصودة لم تكن تذكر مسمى لهذه الأمراض. فنجد اضطراب في مسميات الأمراض، وغالبا ما يطلقون عليها الوباء، وحتى لو لم يكتمل فيه شروط تسميته بالوباء كانوا لا يفرقون بين المرض والوباء. أحياناً يكون في انقطاعات تاريخية، لاحظ هذا الباحث أن هناك انقطاعاً تاريخياً في تدوين الأوبئة امتد لأكثر من قرن، من 870 هجرية إلى 984، مدة طويلة جداً لم يسجل فيها المؤرخون في تلك المنطقة أمراضاً. وهذا لا يصح، خاصة إذا كنا نعلم العلاقات التجارية والاجتماعية بين نجد والبصرة، نجد والعراق، أو نجد المناطق الكويت ومناطق الإمارات والخليج العربي. هناك امتدادات اجتماعية وكذلك امتدادات تجارية بين هذه المناطق، والأمراض التي تضرب في نجد ستضرب في تلك المناطق والعكس أيضا. فما يعاب على تلك المدونات التاريخية أنها لم تسجل إحصاءات دقيقة، لم تسجل أيضا مسميات للأمراض حتى نستطيع أن نربطها ببعض ما يكتب في مصادر تاريخية أخرى. هناك في المجال أحيانا التشويج في التسميات، الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت في نجد وفي الخليج العربي بصفة عامة وفي العالم، كان بعض المؤرخون أو المؤرخين يسمونها الطاعون، وهذا سنجده في الورقة التي أعددتها. يتحدث بعض الباحثين عن أن هذه الحمى كانت تسمى الطاعون في زمنهم، وهي الحمى أو الإنفلونزا الإسبانية التي يعني أحدثت ضررا عظيما ووفيات كبرى على مستوى العالم وعلى مستوى جزيرة العرب وعلى مستوى المملكة ونجد والحجاز كذلك. عندما نصل إلى الأوبئة في العهد السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة التي تأسست عام 1319-1902 ميلادية، واستتب فيها الأمر للملك المؤسس عبد العزيز يرحمه الله، رغم ما كان الملك مشهود به من توحيد هذه القارة الكبرى المملكة العربية السعودية، وما كان يخوضه من معارك في تلك الفترة حتى فترة التوحيد التي سيحتفى بذكراها 90 غدا، كل هذه المشاغل لم تفني الملك المؤسس عن العناية بالأمر الصحي. ما تحدث عنه الدكتور يوسف في بداية الحديث عن تاريخ الأمراض عن الجدري خاصة، كان الملك عبد العزيز عام 1139 كان له اهتمام بهذا الأمر، وأقام حجرا صحيا على أطراف الرياض في قصر والده للمصابين بهذا المرض. كذلك الإنفلونزا الإسبانية التي سميت في تلك الفترة بسنة الرحمة، وسنة الرحمة هذه التسمية ربما تعزى إلى أن من سلم من الموت في ذلك الوباء أو الجائحة الكبرى رحمه الله فهو من المرحومين، ومن مات يعني تفاؤلا بمصير الرحمة بإذن الله. تلك الحمى الإسبانية التي اجتاحت المنطقة جعلت الملك عبد العزيز يستدعي الإرسالية الأمريكية في البحرين، وبعثوا إليه بالطبيب بول هاريسون. الملك عبد العزيز أصيب ابنه تركي الأول وتوفي، وكذلك زوجته الجوهرة في تلك الفترة، وليست المرة الأولى التي يستدعي فيها أو يستنجد فيها بالإرسالية الطبية أو التبشيرية التي كانت في البحرين. فقد استدعى تلك الإرسالية في فترة سابقة، وكانت المكاتبات بينه وبينهم. الملك عبد العزيز يقول في إحدى مراسلاته للطبيب بول هاريسون
ليس لأجلي أو أجل عائلتي طلبت حضورك، وإنما لحاجة الناس إليك. هذا قبل الحمى الإسبانية. ثم الزيارة الثانية كانت من أجل الحمى الإسبانية، وكذلك استدعى للمرة الثالثة في اجتياح آخر للمرض، ولكن الطبيب بول هاريسون لم يزر المملكة، وإنما أرسل نيابة عنه الطبيب لويس بولتين. اهتمام الملك باستقطاب هذه الجاليات الطبية أو الإرساليات الطبية التي لديها الطب الحديث هو دليل على الاهتمام المبكر للقيادة السعودية بموضوع الصحة. عندما نأتي أيضا إلى موضوع تأسيس القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، فقد تأسس أيضا في عهد الملك عبد العزيز ربما أول عيادة أسست في منطقة الرياض خاصة، كانت في قصر الديرة للملك عبد العزيز، كانت عيادة يتداوى فيها من في القصر وكذلك المواطنون، حتى أنشئ المستشفى لكن في وقت متأخر في 1367. أما تأسيس القطاع الصحي كمنشآت حكومية فكان من وقت أيضا مبكر، في العام 1343 هجرية 1925 أمر الملك عبد العزيز بإنشاء مصلحة الصحة العام، وكان المقر في مكة، ويدل اختيار مقر الصحة في مكة على عناية الملك بموضوع الحج، لأن معظم الأوبئة تكون طارئة على الجزيرة العربية بسبب الوافدين للحج. كذلك الحجاج عندما يأتون إلى منطقة مكة بعضهم يمرض وهم بحاجة إلى عناية طبية حتى يستطيعوا العودة إلى بلدانهم. ثم في العام 1344 تحولت إلى مديرية الصحة العامة، أو أنشئت إلى جوار المصلحة مديرية الصحة العامة والإسعاف. ثم في العام في العام 1370 هجرية 1951 ميلادية أنشئت وزارة الصحة، وهي في نفس العام الذي تم توحيد المملكة العربية السعودية فيه، الذي يوافق تاريخ الغد. الحكومة السعودية قدمت الرعاية الصحية أو تقدم هذه الرعاية الصحية في الفترات ما بعد المؤسس ومنذ التأسيس إلى المواطنين بواجب على الدولة أو واجب مجاني أن تقيم الرعاية الصحية لهؤلاء المواطنين، وكذلك لبعض فئات المواطنين. هذه القطاعات الصحية بدأت عنايتها في المجالات الطبية، أيضا في العناية بالصحة العامة، العناية بالبيئة وأنظمة مكافحة الأوبئة، الحجر الصحي، متابعة الأغذية ومصادر مياه الشرب، العناية الفائقة بالمخرجات التعليمية الطبية من كل الكليات والأكاديميات، اختيار الدارسين في هذه الكليات بعناية فائقة. إلى اليوم ما يزال القطاع الصحي هو القطاع الذي له اشتراطات ليست موجودة في جميع التخصصات الأخرى، نظراً لأهمية هذا القطاع وأهمية الكوادر التي تنتسب إليه. طبعا الحديث عن الأوبئة في العصر الحديث في المملكة العربية السعودية أيضا حديث طويل، فقد ضربت عدد من الأوبئة المملكة، ولكن قبل أن نتحدث عن بعض هذه الأوبئة نعرف أن المملكة على مستوى المساحة تأخذ 4 أخماس شبه الجزيرة العربية بمساحة 2 مليون كيلومتر. عدد السكان وفقاً لإحصاءات 2017 32 مليون وزيادة، عدد السكان السعوديين 20 مليون وتجاوزوا هذا العدد في السنوات الأخيرة. أيضاً لدينا عدد كبير من الجاليات التي وفدت إلى المملكة العربية السعودية، وهو حال دول الخليج بصفة عامة، أن هناك العديد من الجاليات التي أتت للعمل، ولذلك هذه الجاليات تستحق المتابعة والرعاية الصحية وحفاظاً عليهم وكذلك حفاظاً على المواطنين. إحصائيات عدد المنشآت في المملكة إلى 2018، المستشفيات وزارة الصحة فقط
إضافة إلى مستشفيات جهات حكومية أخرى والقطاع الخاص بلغت 494 مستشفى. عدد الأسرة يبلغ أكثر من 75 ألف سرير. المراكز الصحية أكثر من 2300. كليات الطب البشري أكثر من 48 كلية. الطب البيطري في كلية واحدة. الصيدليات أكثر من 8600 صيدلية. هذه الإحصاءات كلها من واقع الاهتمام أو اهتمام الحكومة السعودية بالقطاع الصحي وعنايتها بهذا القطاع، لأنها تستقبل سنوياً ما يقارب 2 مليون حاج. هؤلاء الحجاج سيأتون من مختلف مناطق العالم ومن بيئات متنوعة، بيئات فيها الرعاية الصحية في مستويات متقدمة وبيئات ربما تكون ما تزال بدائية فيها الرعاية الصحية وما بين ذلك. كذلك هذه الحشود البشرية عندما تعود إلى بلدانها فيجب أن تعود من بيئة صحية وتعود إلى بلدانها في صحة وعافية. لذلك نجد أن الخدمات الصحية في المملكة تحاول دائما أن تكون في المقدمة. بعض الأمراض سأتحدث عنها في عجالة التي يعني تعد أوبئة وليست الأمراض العادية، لن نتحدث عن الأمراض العادية أو إحصائيات الأمراض العادية أو الموسمية التي تنتشر في كل مناطق العالم ولا تشكل يعني خطورة عليا على الصحة البشرية. هناك مرض طرف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وهو في العام 1999 أعلنت عنه وزارة الصحة السعودية، وهو حمى الوادي المتصدع. هذه حمى أو وباء فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات في المقام الأول ويمكنه الانتقال إلى البشر عن طريق الملامسة. هذا المرض انتشر في منطقة جازان في جنوب المملكة، تجاوزت وفيات في تلك الفترة أكثر من 16 شخص. هنا اتخذت الإجراءات والاحتياطات سواء في مستوى الحجر أو في مستوى إبادة رؤوس الماشية المصابة أو في مستوى كذلك رش المناطق المتضررة بالمبيدات الحشرية. وآخر إحصائيات هذا المرض طبعا هو آخر إحصائياته أنه توفي فيه 123 شخص وإصابة 868 ونفوق ما يقارب 17 ألف رأس من الماشية. توقف أو أعلنت وزارة الصحة عن توقفه في 15 فبراير 2001. تلا هذا المرض إنفلونزا الطيور، وهو أيضا مرض منتشر على مستوى العالم وأصيب به عدد كبير من الطيور، وانتقلت هذه الإصابات إلى البشر عن طريق التلامس أو عن طريق المخالطة المباشرة أو غير المباشرة مع الطيور، وله أعراض وتحدثت وزارة الصحة عن أعراضه في كتيبات وزعت على المراكز الصحية وزعت على الكثير من المناطق للتحذير من هذا الوباء. كان أشد أنواع هذا الوباء اللي هو H5N8 كذلك H5N1 وله أشكال أخرى بعضها لا ينتقل إلى البشر، خاصة اللي هو H5N8 هذا لا ينتقل إلى البشر، لكن H5N1 هو الذي كان ينتقل من الطيور إلى الناس ويسبب العديد من الوفيات. كذلك هناك وباء انتشر في المملكة العربية السعودية أو ربما تشف في أول صوره في المملكة العربية السعودية، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا ميرس. هذا الوباء اكتشف في العام 2012، تفشى في المملكة وأصيب به أكثر من 1200 شخص، توفي 449 شخص على إثر هذا الوباء. وكانت الإجراءات السعودية إجراءات سريعة وإجراءات صارمة وإجراءات كذلك حدت من انتشار هذا الوباء في المناطق، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات السعودية خاصة في أنها سيطرت على هذا الوباء ولم يصب به أي حاج وفد إلى المشاعر المقدسة، وهذا يحسب للقطاع الصحي السعودي الذي سيطر على هذا الوباء القديم. هناك وباء قديم
وما يزال منتشرا في بعض المناطق السعودية، وهو وباء الملاريا. الملاريا حسب موقع مجلس الصحة لدول الخليج العربي تم القضاء عليها في معظم أو في كل دول الخليج ما عدا بقاء جيوب له في المناطق الجنوبية في السعودية. وهذا المرض موجود أيضا في اليمن، واليمن تعتبر مضافة إلى المجلس الصحة، ومجلس الصحة يكافح أيضا مع السلطات السعودية الصحية وكذلك اليمنية هذا الوباء، ويحاولون أن يقضوا عليه في هذه الجيوب التي ما تزال. والصحة، وزارة الصحة السعودية كذلك مهتمة بهذا الملف وتصدر النشرات السنوية عن ما تحققه في هذا حول هذا الوباء. وكان آخر رصد لها في العام 2018 بلغت نسبة الإصابة بالملاريا الخبيثة 70% والثلاثية الحميدة 29%. سجلت جازان أكبر نسبة من الحالات الإيجابية بلغت 55%. لم تسجل منطقة الدريات في شمال المملكة أي حالة إيجابية حسب المسح الذي استهدف 2711 حالة في العام 2018. كذلك حمى منتشرة في مدينة جدة خاصة، يعني من أكثر المناطق الموبوءة بهذه الحمى، حمى تسمى حمى الضنة، وهي حمى عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها عدوى فيروسية تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوض أنثى من جنس الزاعجة مصابة بالعدوى، ويتفرع عنها عدد من الأنماط التي قررتها منظمة الصحة العالمية. هذه من الأوبئة المنتشرة في السعودية والمسجلة في قائمة الأمراض المعدية التي تكافحها وزارة الصحة السعودية. تقرير 2018 حول هذه الحمى، منطقة جدة تم التبليغ فيها عن أكبر عدد من حالات الإصابة بمرضى بمرض حمى الضنك ب 4942، يعني 92% من الحالات. لا يوجد تفاوت كبير في حدوث الكثير من الأمراض المعدية خلال معظم شهور السنة حول هذه الحمى. إصاباتها في الفئة العمرية من 15 إلى 45 سنة. كذلك عدد من الأمراض الأخرى مثل البلهارسيا هي على قائمة الأمراض المعدية والتي تكافح وزارة الصحة، كذلك اللاشمانيا من الأمراض الجلدية، وهناك نوعين لها اللي هو اللاشمانيا الحشوي وهو أخطرها ولكنه قليل جدا في المملكة، واللاشمانيا الأخرى اللي يصاب بها الناس كأمراض جلدية. فاللاشمانيا الجلدية تنتشر في منطقة القصيم بنسبة 11% وفي الأحساء بنسبة 9.9% أيضا في المئة. مناطق مكة والحدود الشمالية والجوف والقريات لم يسجل فيها إصابات من هذا المرض. اللاشمانيا أيضا حسب إحصاءات وزارة الصحة السعودية أن 52% من الحالات من المواطنين وغير السعوديين نسبة 47.2%. اللاشمانيا الحشوية فقط حالتان التي سجلت في العام 2018. آخر الفيروسات أو الأمراض التي سأتحدث عنها وقاومتها وزارة الصحة السعودية ولها جهود كبرى في هذا المجال نالت استحسان العالم هي مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو من أخطر الفيروسات التي عرفتها البشرية، وربما هو أكثر الفيروسات استحقاقا لمسمى الجائحة. عندنا المرض وعندنا الوباء وعندنا الجائحة، وهذا الفيروس هو المستحق الرئيس لهذا اللقب لأنه أثر على العالم بما لم يؤثر أي فيروس سابق، ربما للوعي الصحي العالمي أو للأنظمة الصحية العالمية الموجودة حاليا، وكذلك للتواصل الشديد والقوي الآن بين العالم. رأينا في ما تحدث به الأستاذ مطر أن 12 ساعة فقط
تكفي انتقال أي شخص من أي مكان في العالم إلى الخليج العربي. فهذا الفيروس سجلت أول إصابة به في المملكة العربية السعودية لمواطن سعودي قادم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر البحرين، وكان ذلك في السابع من رجب 1441، الثاني من مارس 2020. وبعد ذلك بدأت الحالات تتصاعد، فكانت هناك العديد من الإجراءات، منها الأمر الملكي الكريم للملك سلمان بتوفير العلاج والرعاية الصحية للجميع بما فيه مخالفي أنظمة الإقامة والعمل دون أي تبعات قانونية. لذلك أنفقت المملكة بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا ما يقارب من 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا يمثل 18% من ميزانية الدولة. كذلك أقرت الجهات الصحية وما الجهات الأخرى المساندة لها التباعد الفيزيائي والتكاتف الرقمي لمواصلة تقديم الخدمات المختلفة عبر فضاءات المنصات الرقمية، وهو الفعل الذي نمارسه الآن في هذا المؤتمر المبارك عن بعد. كذلك الدعم المالي السخي الذي قدمته السعودية لمنظمة الصحة العالمية ولبعض البلدان التي تعاني من في شح الموارد المالية لمواجهة هذا الوباء، توفير السكن المناسب والإعاشة اللازمة والمتطلبات الصحية لكافة المواطنين العالقين في الخارج، وإنشاء العدد من المنصات الرقمية للراغبين في العودة وخطط الإجلاء، وأيضا العزل الصحي لمن عادوا إلى أرض الوطن في تلك الفترة. وكل دول الخليج اهتمت بمواطنيها وتقديم أعلى خدمات الدعم لمواطن الداخل وكذلك للعالقين في الخارج. اعتمدت السعودية دراسة سريرية تهدف لاختبار عدد من البروتوكولات العلاجية التي تثبت فاعليتها في الاختبارات الأولية، سواء في المختبرات أم في دراسات سابقة على متطوعين. كذلك العودة بحذر إلى بعض المناشط، وهذا لاحقاً عودة إلى بعض المناشط الرسمية والاقتصادية، وفرض استمرار بعض القيود على المناسبات الاجتماعية والتعليم والعيادات الطبية والدوائر الحكومية أو السفر إلى الخارج أو القدوم إلى المملكة. ومن القرارات المهمة جدا في هذه الناحية قرار السعودية الذي وجد ترحيبا أو ترحابا عالميا حين أقيم حج العام 1441 بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج من الجنسيات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وفي احترازات عالية جدا وفحوصات متقدمة حتى لا ينتقل الوباء بين الحجيج، وحتى لا يكون هناك نقل لهذا الوباء على مستويات عالمية أوسع مما هي عليه. هذا الإجراء ساهم في الحد من انتشار الفيروس على مستوى العالم. آخر إحصاءات السعودية من كورونا، أنا على وشك الانتهاء الآن، السعودية وصلت إلى إحصاءات الأمس 330,246 حالة، عدد الوفيات رحمهم الله 4,512 حالة، عدد المتعافين ولله الحمد 311,499 حالة. كذلك هناك إحصاءات وثقتها المواقع السعودية المهتمة عن الخليج العربي الذي بلغ 465,700 حالة، وعلى مستوى العالم أيضا أنتم ملمؤن وكذلك السادة المستمعون بالرغم. عن فيروس كورونا وكوفيد وآثاره الاقتصادية على دول العالم وعلى دول الخليج، يمكن أيضا الاطلاع على تقرير تفصيلي لمجلس الصحة الخليجي بعنوان دول مجلس التعاون تواجه كورونا، وهو موجود على موقع مجلس الصحة الخليجي على الإنترنت، يوثق كل الآثار التي وضعها هذا الفيروس على المنطقة وعلى العالم. أشكر استماعكم وأعتذر عن الإطالة، ولكم الشكر ولإدارة الثقافة والسياحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور أحمد عيسى الهلالي، لك وافر الشكر والتحية على ورقتك القيمة التي تناولت بها رواية الأوبئة التي عرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز وحتى يومنا هذا. والآن يطلع لنا الدكتور حمد إبراهيم العبد الله على دور البعثات الطبية الأجنبية في مكافحة الأوبئة في مملكة البحرين في الربع الأول من القرن العشرين، وفي هذا دلالة على أن الجهد الخليجي في مكافحة الأوبئة قديماً كان جهداً مجتمعياً ورسمياً للبعثات الطبية الأجنبية التي كانت متواجدة آنذاك في دول المنطقة. الدكتور حمد إبراهيم عبد الله أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بقسم العلوم الاجتماعية في كلية الآداب بجامعة البحرين، عمل إعلامياً في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة في التاريخ من جامعة إيست إنجيليا بريطانيا، صدر له العديد من المؤلفات، شارك في مؤتمرات وندوات عديدة وقدم فيها أوراقا علمية قيمة. دكتور حمد ذكر الكلمة الآن مع وافر الشكر والتقدير. شكرا أستاذ سعيد على هذا التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بداية بالشكر الجزيل إلى القائمين على دائرة الثقافة والسياحة بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على إتاحتهم الفرصة لي للمشاركة في مؤتمر التراث والتاريخ الشفهي الافتراضي الثامن، والذي يأتي هذا العام بعنوان تاريخ الأوبئة في شبه الجزيرة العربية، من خلال ورقة بعنوان دور البعثات الأجنبية الطبية في مكافحة الأوبئة في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي في البحرين. تسلط هذه الورقة الضوء على دور البعثات الطبية الأجنبية في مكافحة الأوبئة في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي في البحرين، مع التركيز على دور بعثات الإرسالية العربية التابعة للكنيسة الإصلاحية الهولندية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عمل مستشفى ميسن التذكاري، وبعثات مستشفى فيكتوريا التذكاري والذي خضع لإشراف دار الاعتماد البريطانية في البحرين. شهدت البحرين منذ بدايات القرن العشرين الميلادي سلسلة من الأوبئة التي اجتاحت المنطقة وأودت بحياة الآلاف من الأهالي والمقيمين. ومن أولى البعثات الطبية التي وصلت إلى البحرين كانت بعثة الإرسالية الأمريكية، والتي كانت تعرف فيما مضى بالإرسالية العربية المنبثقة عن الكنيسة الإصلاحية الهولندية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تأسست الإرسالية العربية في عام 1889 للميلاد على يد مجموعة من رجال الدين المسيحيين، وهم سامويل زويمر وجون جي لانسينغ وجيمس كانتاين، بغية التبشير بالمسيحية في منطقة الشرق الأوسط. ولعب سامويل زويمر دوراً محورياً في البعثة التي أسست نفسها على أرض البحرين، وكانت أول زيارة لزويمر للبحرين عبارة عن رحلة وجيزة له بتاريخ 22 أكتوبر من عام 1891، وقد عاود زيارتها والإقامة فيها بتاريخ 7 ديسمبر من عام 1892. استأجر زويمر من أحد الأجانب المقيمين في البحرين غرفة صغيرة قريبة من سوق اللؤلؤ في المنامة، وجعل منها مستوصفاً يستقبل فيه المرضى ولأغراض بيع الكتب الدينية. وكان ذلك بداية للعمل الطبي للإرسالية العربية في البحرين في عام 1893. حققت الإرسالية العربية مكاسباً من خلال عملها في مجال الطبي، حتى اقترح أحد الأهالي في البحرين لم تذكر تقارير الإرسالية العربية اسمه على الدكتور شارون جي توماس العامل في الإرسالية أو في إرسالية المستشفى للإرسالية العربية في البحرين، وذلك في عام 1900، والذي سيكون اقترح عليه أنه يبنون مستشفى للإرسالية العربية في عام 1900، والذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة آنذاك. فيما تبنت الإرسالية الفكرة بشكل رسمي في أوائل العام 1902، فتم جمع التبرعات من الولايات المتحدة لهذا الغرض، وقد افتتح المستشفى أبوابه بتاريخ 26 يناير من عام 1903، وسمي بمستشفى ميسن التذكاري، وذلك تخليداً لذكرى الدكتور ألفرد ديفيت ميسن
والذي كان أحد أبرز المتبرعين من الولايات المتحدة، ولا يزال المستشفى قائماً حتى يومنا ويعرف باسم مستشفى الإرسالية الأمريكي. وفي خضم المساعي التي قامت بها بعثة الإرسالية العربية، اقترح أحد أبرز التجار الهنود في البحرين آنذاك، وهو غانغرام تكمادس، على مساعد المعتمد السياسي البريطاني جون كالكت جاسكن تأسيس مستشفى في البحرين تخليداً لذكرى الملكة فيكتوريا. تبنى جاسكن الفكرة والتي رأى فيها الفرصة سانحة لدعم بريطانيا سياسياً أمام الأمريكيين التابعين للإرسالية العربية، وكبديل للبعض الأهالي عن الإرسالية، وذلك بسبب ما قد تفرضه على مرتادي مرافقهم الصحية من وعاظ دينية. فتم جمع التبرعات اللازمة لغرض إنشاء المستشفى من تجار البحرين. تم اقتناء الأرض التي سيتم بناء المستشفى عليها من قبل حاكم البحرين آنذاك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكانت تقع الأرض خلف المعتمدية البريطانية، السفارة البريطانية اليوم في العاصمة المنامة. تأخر اكتمال العمل على المستشفى بسبب موجات الأوبئة والأمراض التي اجتاحت البحرين والمنطقة ما بين الأعوام 1903 و1904، والتي سيتم عرضها في هذه الورقة، مما أدى إلى ترك العديد من البنائين والنجارين عملهم ومغادرة البلاد. حتى تلاشي تلك الموجة من الأوبئة والأمراض وافتتاح المستشفى في عام 1905، فيما تولى غلام علي خان من الهند مهام بعثة المستشفى في البحرين، وكان ذلك بتاريخ 13 يوليو من عام 1905. صادفت الأعوام 1903 و1904 ظهور سلسلة من الأوبئة إلى البحرين وعلى رأسها الطاعون، وقد ذكر الدكتور شارون جي توماس بداية ظهور مرض الجدري والخناق الدفتيريا، ومن بعدها الطاعون الدبلي محلياً. ومن الأرجح بحسب ما ذكر الدكتور توماس فإن وباء الطاعون قد وصل إلى البحرين قادماً من الهند. ومن الملفت للانتباه انتشار شائعة ما بين الأهالي أن البعثة الأجنبية قد قامت بتسميم آبار المياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى انتشار وباء الطاعون، ولكن هذه الشائعة لم تلقى رواجاً على المدى البعيد. رفع الدكتور توماس إلى مساعد المعتمد السياسي البريطاني في البحرين جاسكن تقريراً مفصلاً عن انتشار وباء الطاعون تم تأريخه بتاريخ 20 مايو 1903. أوضح الدكتور توماس أنه من الصعب تحديد عدد من أصيبوا بالطاعون، فيما تم تسجيل أولى حالات الوباء بتاريخ 26 إبريل 1903، ولوحظ أن كثيراً من الذين أصيبوا بالوباء كانوا يتوفون بعد قرابة 48 ساعة من الإصابة، كما وأن الوباء انتشر في مناطق محددة في المنامة، وأن عدد الوفيات بسبب الوباء قد قدرت بحوالي 25 حالة وفاة في اليوم بحسب إحصاء أجري بتاريخ 30 إبريل 1903. ومن الملفت للانتباه أيضا في التقرير ذكر توماس وبشكل سلبي لعملية دفن ضحايا الوباء، حيث لا يتم دفنهم إلا 3 إلى 4 أقدام عن سطح الأرض، وعادة ما تكون المقابر في مثل هذه الأزمات مكتظة بالناس الذين يعكفون على توديع أحبتهم إلى مثواهم الأخير، مما يزيد من حدة انتشار الوباء. فيما أكدت زوجة سامويل زويمر إيمي زويمر في إحدى تقارير الإرسالية العربية أن السبب وراء انتشار الوباء كان البواخر المحملة بالمسافرين والبريد بين الهند والبحرين. شعر الأهالي بخوف شديد من فتك الوباء بهم، فلم يغادروا منازلهم إلا للضرورة، مما نتج عنه اضطرار العاملين في الإرسالية العربية إلى التنقل من منزل إلى آخر لتفقد المرضى. وقد ذكرت إيمي زويمر في شهادتها للأحداث عن رؤيتها لثلاث سيدات يتوفون بسبب مضاعفات الوباء، فقد وصلت البعثة إليهن وهن في مرحلة متقدمة من المرض. وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد ذكرت إيمي زويمر عن عدم وعي مجموعة من الأهالي طبياً، فقد كانوا يقومون بعد إصابتهم بأعراض الوباء بالتداوي مستخدمين وصفات شعبية، ولا يلجؤون إلى البعثات الأجنبية إلا بعد أن تقطعت بهم السبل. ومن بين المعتقدات التي انتشرت بين الأهالي آنذاك أكل أصناف محددة من الخضار مثل الخيار للتخفيف من حرارة الجسم، وقد تلاشى الوباء مع ارتفاع معدل درجة الحرارة في فصل الصيف،
والذي ساهم في قتل الجرثومة المسببة للمرض بحسب ما أوردت إيمي زويمر. هبت على البحرين في عام 1904 موجة أخرى من الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها انتشار وباء الكوليرا، والذي أخذ في الظهور مع نهاية شهر إبريل 1904، وفيما ذكرت الدكتورة لوسي إم باترسون العضو في الإرسالية العربية أن عدد سكان مدينتي المنامة والمحرق كان يقدر بقرابة 30,000 نسمة، أصيب منهم 3,000 بالوباء وتوفي منهم 2,000. وقد اضطر مستشفى ميسن التذكاري أن يعمل على مدار الساعة لمواجهة الوباء. ومن الجدير بالذكر ما ذكرته الدكتورة باترسون على لسانها من أثر ما شهدته من مآسي متعلقة بالمرض، فقد أوردت قائلة: لم يدرك أي أحد ممن كان يعمل في خضم انتشار وباء الكوليرا تحت أشعة الشمس المدارية، وممن شهد فظاعة المرض ما قد يصيبهم من اكتئاب جسدي وفكري وروحي. وبحسب الإحصاءات البريطانية، فقد ذكرت التقارير الخاصة بالمقيمية السياسية في بوشهر أن ما يزيد عن 5,000 من الأهالي قد توفوا في البحرين جراء وباء الكوليرا في الفترة التي امتدت من مايو وحتى سبتمبر 1904. ومن بعد موجة الكوليرا أصيب أحد أعضاء الإرسالية العربية وهو سامويل زويمر في البحرين بفاجعة في صيف عام 1904، فقد أصيبت ابنتيه كاثرينا وروث بأعراض مرض الحصبة، مما أدى إلى تردي حالتيهما الصحية وإصابتهما أيضاً بمرض الالتهاب الرئوي القصبي. وقد توفت على إثرها روث وتبعتها بخمسة أيام أختها كاثرينا، وتم دفنهما في المقبرة المسيحية بالمنامة، ليبقيا شاهدين على التضحيات التي قدمها أعضاء البعثات الأجنبية الصحية في هذا الميدان. تعرضت البحرين مجدداً في عام 1907 إلى موجة جديدة من وباء الطاعون، وقدرت أعداد المتوفين بحوالي 15 إلى 20 حالة يومياً، فيما أورد الدكتور ستانلي جي ميلريا عن انتشار الوباء الآتي شنو قال لنا: لم يبقى بيت إلا وهو في حداد على وفاة أحد أعضائه، والجميع تقريباً إما كان يشعر بالاكتئاب أو الخوف. ومع حلول نهايات الحرب العالمية الأولى انتشر عالمياً وباء عرف باسم الإنفلونزا الإسبانية، وقد ذكرت تقارير الإدارة البريطانية للمعتمدية في البحرين أن من أوائل حالات وباء الإنفلونزا ظهرت في البحرين في عام 1918، وتسبب الوباء في خضون 6 أسابيع منذ نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته بوفاة قرابة 1,500 من الأهالي والمقيمين. وبحسب التقارير الرسمية البريطانية أيضاً، فقد امتد ظهور وانتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية في البحرين من نوفمبر 1918 وحتى يناير 1920، وقد أثر المرض وبشكل كبير في العاصمة المنامة والمحرق والحد، حتى أن حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أصيب بالمرض، وتمت عملية تداوي حاكم البحرين على يد المسؤول عن بعثة مستشفى فيكتوريا مساعد الجراح جي كي موناني. وقد لعبت هذه البعثة دورا هاما في مكافحة الوباء، نظرا لانشغال بعثة الإرسالية العربية برئاسة الدكتور لويس ديم آنذاك في رحلة طبية إلى الإحساء ونجد. فيما أوردت التقارير السنوية الخاصة بالمعتمدية السياسية البريطانية في البحرين أنه وفي عام 1924 اجتاحت البحرين موجة جديدة من الطاعون، والذي أخذ في الانتشار في مناطق مختلفة من الخليج العربي، الأمر الذي أدى إلى وفاة ما يزيد عن 4,000 شخص في البحرين. وقد ذكرت التقارير أنه وبالرغم من مساعي حكومة البحرين ونيتها تخصيص الموارد المالية اللازمة ودعم الأسر البحرينية، إلا أن الكثير من الأهالي لم يلتزم بالتعليمات الصحية الواردة إليهم. وساهمت بعثة مستشفى فيكتوريا التذكاري بقيادة الدكتور رالف هولمز في عملية مكافحة وباء الطاعون، حيث تم تطعيم 737 حالة داخلياً يعني في المستشفى، و 3,141 حالة خارجية خارج المستشفى. ختاماً لما تقدم، فقد لعبت البعثات الأجنبية دوراً مهماً
في محاربة الأوبئة والتقليل من أثرها وحدتها على الأهالي في البحرين في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي. وإن تواجد بعثتي الإرسالية العربية ومستشفى فيكتوريا التذكاري في البحرين يعد بداية ظهور الخدمات الطبية الحديثة في البلاد. وكما ضحى أعضاء هذه البعثات بأرواحهم وأرواح أحبة لهم من أجل تقديم ما عليهم من خدمات صحية. ونستطيع أن نستنتج مما تقدم أن هناك عدة عوامل ساهمت في انتشار الأمراض والأوبئة في البحرين في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي، وهي افتقار المنطقة لأساسيات الخدمات الطبية الحديثة خاصة في العقد الأول من القرن، وحرية التنقل بين البلدان وعدم التدقيق على حال الوافدين صحياً مع بدايات القرن، وقلة الوعي الصحي بين الأهالي وكثرة اعتمادهم على بعض الوصفات الشعبية التي وفي كثير من الأحيان لا تؤدي الغرض المطلوبة وقد تأتي بنتائج عكسية. كما ولمست الورقة الجانب الإنساني والنفسي الذي شعر به العاملون في مجال التطبيب من كل موجة حلت عليهم من أمراض وأوبئة تسببت في حالة من الإحباط والاكتئاب، وهم يشاهدون أرواح من لا يعرفونهم تتساقط بسبب تلك الأمراض والأوبئة، الأمر الذي يعزز أهمية تقوية الجانب النفسي في الأزمات والشدائد. وشكرا. كل الشكر للدكتور حمد إبراهيم عبد الله على ورقته القيمة التي تناول بها دور البعثات الطبية الأجنبية في مكافحة الأوبئة في الربع الأول من القرن العشرين في مملكة البحرين الشقيقة. شكرا دكتور حمد على التزامك الوقت وعلى ورقتك القيمة. حضورنا الكريم، بغض النظر عن أسباب الأوبئة ومنشأها وأنواعها، فإنها اختبار المجتمعات التي تحل بها على قدرتها على تحمل الصبر والتعاضد وتسخير كل ما لديها من إنجازات وابتكارات لتجاوزها، وبالتالي تقليب إرادة الحياة على سواها. وقد كان لكل مجتمع نهجه الخاص في ذلك، فإن الأشقاء العمانيين روايتهم يعرضها الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي بعنوان كيف واجه العمانيون الأوبئة. الدكتور سعيد أستاذ في قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة ليدز في بريطانيا، أنجز ما يزيد على 75 بحثا وكتابا، من بينها كتاب دراسات في التاريخ العماني. درس ما يفوق على 26 مقررا جامعيا لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، شارك في أكثر من 100 مؤتمر علمي ودولي، يترأس حاليا جمعية التاريخ والآثار دول مجلس التعاون الخليجي. فليتفضل يلقى ورقته. تفضل دكتور سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أولا أتقدم الشكر إلى دائرة التراث والسياحة على تنظيم هذا المؤتمر، وهو في وقته تعلم الناس خلفيات هذه الأمراض الموجودة في منطقة الخليج وفي العالم بصفة عامة، ولا يأسوا من رحمة الله، لأن هذا المرض يأخذ مدة فترة زمنية ويرفع البلاء عن الناس. الأوبئة التي اجتاحت الخليج سمعتها من زملائنا الذي تكلموا عنها في كل دولة، سواء في الكويت أو في دولة الإمارات العربية المتحدة أو السعودية والبحرين. لا تختلف عمان عن هذه المناطق، خصوصا إنها هي واجهة بحرية تشرف على الخليج العربي، الخليج عمان والمحيطين، وأن كل السفن التي تأتي إلى 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 المنطقة تمر عن طريق مسقط وتنتقل من مكان إلى آخر، وهذا الانتقال يسبب أيضا كثير من الأمراض، خصوصا في القرن ما قبل القرون قبل القرن العشرين، وسواء من شرق أفريقيا أو من جزيرة العربية أو من فارس أو تنتقل الأمراض. هذه يعني هنالك في البيئة الصحية
والمساكن وأخلا غير ذلك، هذه كلها أيضا ساعدت على انتشار المرض. الأمراض التي اجتاحت عمان صنفناها في ثلاث أخرى: الخفيفة التي موجودة مستوياتها أحمد الهلالي على أن تسمى بالطاعون، وهي أمراض الإنفلونزيا وغيرها، وأمراض أخرى كالسل ونحو ذلك وغيره، وآخر مرض هو كوفيد 19. هذه الورقة فيها ثلاثة محاور. المحور الأول عرض تاريخي للأوبئة في عمان، والمحور الثاني الوسائل العلاجية والطب الشعبي من لمكافحة هذه الأمراض، والمحور الثالث أثر الأوبئة على في المجالات على المجالات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. ونقول يعني استعرضت الورقة أمراض مختلفة، بديناها من نهاية القرن الثامن، يعني أو القرن الثامن من 1736 أو 73، ومررنا على القرن التاسع عشر، وبدينا أيضا في القرن العشرين في أوائل بصفة عامة. نفتقر إلى إحصاءات كاملة في كتب التاريخ كما ذكروا الزملاء، والذين أرخوا في هذه الفترة أرخوا على أن مرض الطاعون وصاب أمراض كثيرة وماتوا أمراض كثيرة دون ذكر تفاصيل عن الأموات وعددهم. بعضهم لم يذكر اسم المرض، إنما ذكر لنا توفى فلان وتوفى فلان بسبب الأمراض الطاعون. هل يعني ذكر شخصيتين أو ثلاثة ولم يذكروا البقية؟ يعني بما أن انتشر للعامة، إنما ذكروا هذين الشخصين البارزين. وعلى سبيل المثال سنة 1792 مات السيد حمد بن الإمام سعيد، وهو الذي كان نائبا عن والده في مسقط، واعتبرت مسقط هو الذي اعتبرها عاصمة فيما بعد، مرض الجدري، وذكر ابن رزيق ذلك، لكن لم يفصلوا إن هل الجدري فقط أصاب هذا الرجل فقط ولا أصاب المجتمع كله. هذه التفاصيل لم يعطينا عنها. وأيضا مثل يعني ذكر لنا أحد الناس محمد بن خالد أو خالد بن محمد بن عزيز بن بوسعيد، توفى في نزوة بسبب مرض الجدري، هل المرض الجدري فقط يلا هذا الشخص أو انتشر؟ لم يعطونا أيضا تفاصيل هذه. على العموم سواء هذا المرض بالجدري أو الكوليرا أو الطاعون أو السل ونحو ذلك، لكن قبل 90 وقبل القرن العشرين هناك علاج شعبي انتشر بكثرة، وفي القرن العشرين بالإضافة إلى يعني الطب الشعبي هناك الإرساليات والمستشفى الذي أقيم في مستشفى طومس الشهير، ويعني أيضا العيادات المتنقلة في مناطق حول العاصمة مسقط مثل ولاية سمايل، ولاية إزكي، ولاية الرستاق، ولاية الباطنة، ولاية صور، وهالمناطق هذه الذي أكثرها على الساحل، كان هناك شيء من العلاج والذات سنة الورقة أشارت إليه. في المحور الثاني العلاج طبعا أول حاجة بالقرآن الكريم، أولا الناس آمنت بأن هذا وباء، علينا أن نطيع الله على ونصبر، وكما ذكر الحديث يعتبر شهيد الذي مات بهذه الأمراض. ثانيا أتى دور
يعني الحجر الصحي في المنازل، وبدت الناس أن لا يخرجوا، لكن ما كان عندهم الوسائل الكثيرة التي تؤدي إلى إطعام هؤلاء الناس، تنظيف هؤلاء الناس إلى آخر، إنما عزلوا، وأن أهاليهم يعني يعتنهم، أحيانا يكون يموت الابن والزوجة، وأحيانا يكون البيت يخلى من هذه من سكانه بسبب هذا الماء. هناك العلاج طبعا بالقرآن الكريم، وهي بالرقية، إما رقية طبعا الناس المتخصصين بها بسور من آيات القرآن الكريم أو بالتمايم، وأيضا لجوا إلى سبحانه وتعالى الصلاة والتسبيح والتهليل، وأيضا بكثرة الصدقات يتصدقوا ليرفع الله سبحانه وتعالى الذي ابتلاهم به. هذه ناحية الرؤية والقرآن إلى آخر. من ناحية العلاج وهناك علاج بالكي بالنار يعني، وأنا من ضمن الذين أيضا أصبت في القرن العشرين بالملاريا فأوسمت بالكي، والحمد لله رفعه، أحفظ هذا جيدا. وأيضا من الذين طعموا في بداية الستينات عن الجدري، وإشارة التطعيم لا زالت على يدي على ساعدي. أيضا هناك يعني بالاستحمام ورق يعني من الأشجار خاصة يستحم به، مثل السدر، مثل الحرمل، هذا لا تشرب، مثل الحبن، هذا لا تشرب، إنما يعني يترك يستحم به الرجل بماء دافي ويغتسل به سواء من الجدري أو غيره. وهناك أيضا خلطة طبية في بعضها مثل الزعفران وغيره والكبريت وأشياء أخرى ذكرتهم الورقة تفاصيل فيها هذا المجال. من الذي يعالج الناس؟ طبعا القرآن الكريم هو العلماء، العلماء أو بوصفات طبية، فوجدنا بهم كثرة في كل فترة من الفترات، فترة الحديثة وفترة ما قبل هذا التاريخ. وهناك أسرة مثل أسرة ابن هاشم تخصصت في طب عيون، تخصصت في الكسور وغيرها، وهم كتب إلى آخر. هؤلاء ظهروا في القرن السادس عشر، ولدينا وصفات طبية كثيرة. فيعني لدي وصفة طبية، مش وصفة طبية، استفسار من العلماء، سعيد بن بشير الصبحي الذي مات سنة 1150 تقريبا، سنة 1737 أو 38، عرض عليه سؤال وهو غريب. السؤال عليه قال: لو أن رجل جاء وشطب ابنه، عمل له شيء من الشطب بالجروح، ثم أتى بقشرة من المصاب بالجدري وطعم ابنه بمكان الجروح ووضع القشرة هذه، هل يجوز؟ فقال الرجل، قال العالم: أنا لم أجد شيئا، ولك أن يعمل بهذه الطريقة لأنها ليست علمية. السؤال: لو مات هل تتحمل الدية؟ لو فعلت الناس هل تتحمل ومات الرجل أو أعمى هل يتحمل؟ فقال الإجابة يكون يعني سكت عن الإجابة وقال لا يقبل، لأنه اجتهد في علاج ابنه أو جاره أو نحو ذلك، فلا عليه دية. هذه من ضمن. أما الأثر الاجتماعي فأولا الفقر من ضمنها، السرقات ظهرت من الجوع، انتشار الأمية
انتشار الأمراض النفسية، تفكك أسري، يعني كثير من الناس ما سووا من أحبائهم من هذا تفكك أسري كان بسبب هذه المرض. ناحية الاجتماعية قلة الموارد، قلة الإنتاج، غلاء في الأسعار، كثرة المجاعة إلى آخر من هذه الأوبئة، نصل إلى الخاتمة التي توقد انتشار الأوبئة في عمان على المستوى الداخلي والخارجي، أي على انتشاره داخليا بسبب إما مرض إما يكون من الداخل أو مرض أتى من الخارج. وكثير من ذكروا لنا من الحجاج الذين أتوا من الحجاج في صور وماتوا حوالي 600 شخص، لكن يعني الطريقة هناك حجر صحي للسفن، فالنخلة يخبر المنطقة إن أنا عندي مرض مرضى بالطاعون أو مرضى بالجدري، يتركوه لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في البحر بس يزودوهم بالأكل والشرب من المدينة التي قادمة لها مثل صحار مثل صور مثل مسقط إلى آخره. هذه قواعد سموها بحرية، الذي يكتشف إن بحارة أو المسافرين اللي ما فيها أمراض فيخبر المنطقة. طبعا هناك في وسائل الإخبار وهو يرسل شخص معين يخبر أهل المنطقة إن نحن كذا وكذا وكذا كذا، فيزودوهم بإيش؟ بالأكل على السفن الصغيرة أو الماشوة. نقطة ثانية، استخدام المرض للعلاج المرضى للعلاج الروحي والشعبي. الروحي قلنا القرآن الكريم والصبر ونحو ذلك، وأيضا بالنباتات والأشجار وأوراق الأشجار. أيضا قررت الإرسال، يعني في القرن العشرين بدأ الإرسالات تستخدم، وبدأ الحكام يعملوا نوع من الحجر الصحي والتطعيم ويحملون شهادة. ويعني أذكر أنا في 70 سافرت إلى البحرين أنا والدي في أكتوبر، شهر أكتوبر 70 وصلنا البحرين، سفينة شلتنا إلى البحرين علشان ننتقل من البحرين نروح إلى السعودية. قالوا لازم التطعيم، لازالت شهادة التطعيم موجودة معي، يعني لم أفقدها، عاملينها في البحرين سنة 1970 في شهر أكتوبر بذلك وأنا كنت صغير مع والدي. أخيرا، تأثير المجتمع النفسي، يعني أمراض نفسية مثل الجنون توصل به المقام الذي ذوي يبقى هو واحد فيضطر إلى يعني يصاب بالجنون ويقرع عليه وتكثر الفقر والبطالة وقلة الإنتاج. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله والشكر للجميع. شكرا. أبو الدكتور سعيد، كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي على ورقته القيمة، والشكر موصول لكم أعزائي ممثلي ومجلس التعاون الخليجي على مشاركتكم القيمة في إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه. الأعزاء الحضور، السيدات والسادة الذين شاركون المؤتمر عبر قنوات التواصل الافتراضي، بقي أن نقول إذا كانت بعض خواتم الأمور والأحداث مقدمات لغيرها، فإننا على ثقة تامة بأننا وضعنا من خلال هذا المؤتمر أسئلة ومشاريع تستحق التأمل والدرس، كما غرسنا دعائم جديدة للمؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشبهي. وإذا كانت الظروف قد حالت بيننا دون اللقاء المباشر، فإن العقول التي صنعت هذا اللقاء والأفكار التي طرحت في أوراق العمل والحوارات التي تم تداولها جعلته بالمضمون لقاء عن قرب. متمنياً باسم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وباسمي أن نلتقي في الموسم التاسع للمؤتمر وقد تعافت البشرية جمعاء من هذه الجائحة وعادت عجلة الحياة تعبر طريق التقدم والتطور والازدهار.